مشغول قوي مش كده؟ لازم اكون مستعد للجلسه. شكلك واثق من الحكم. المره دي اقدر اقول لك انا واثق جدا جدا جدا. ان شاء الله يا حبيبي. ممكن ادخل؟ لا 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 مش معقول. استاذ مختار ازيك يا عماد؟ دي مفاجاه بمليون جنيه. ازيك يا عماد؟ حبيبي حبيبي. عارف احلى حاجه في المفاجاه دي ايه؟ ان انا شفت ميرفت واطمنت عليها. ربنا يخليك ليا، وانا هعمل لك العصير الليمون بالنعناع اللي بتحبه. يلا بسرعه. اتفضل اتفضل يا استاذ مختار. لا 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 مفاجاه حلوه بجد. ها يا طمنت عليك. تمام الحمد لله. ايوه انت الحمد لله. وقلبك ماله؟ لا ده هتفوت الدور عليا ولا ايه؟ بقى انا صاحي من النوم وجاي لغايه عندك هنا عشان اطمن عليك. أصلي الحقيقة تفكر كتير أوي في الكلام اللي أنت قلته لي، لدرجة إن أنا ما نمتش طول الليل. قول لي يا عماد، وأنت تقريبا كده عندك كام سنة؟ طب وليه اللي حرك ده؟ ما تقولش. أنا هقول لك تقريبا كده في أوائل الأربعينات، إن أنا ابني لو كان عايش كان هيبقى تقريبا في سنك أو أصغر منك شوية. بعد الأربعين دي بالبني آدم إما عاش خلاص مش عايز يعيش، حاسس كده إن قلبه بيدبل، راجل من هنا بيبقى عامل زي الفراشة، بيحب النور، بيحب يطير، بيحب يعيش بحرية، بس حريته مش إنه يعيش لوحده، لازم يحس ان في حد محتاج له عشان يعيش معاه. العصير. بس يا حبيبتي عملت لك. شكرا. اسيبكم براحتكم بقى. لا تعالي هنا واحنا بنقول حاجه سر. طيب اقعدي. شوف يا عماد، انت عشت عمرك اللي فات ده كله انت حاسس انك مسؤول عن ميرفت، كانت شغله بالك ومالي حياتك. لما حسيت ان ميرفت خلاص ما بقتش محتاجه لك، قررت انك تدور على حد تاني تبقى انت بالنسبه له قارب النجاه، ومن خلاله تحس انك عايش. انت عايز تقول ايه؟ باختصار كده من غير ما تبص لاختك، عايز اقول انك ما بتحبش ليلى. انت مبسوط ان ليلى محتاجه لك، مبسوط انك لقيت حد يمسك في ديلك عشان تخرجهم اللي هي فيه، لانك بالطريقه دي تحس انك كبير، كبير قوي. بس انا مع انفي المختار في اللي بيقول. لا مش صحيح، المسألة مش مسألة احتياج. لا انت عارف انا لما ببص لها بحس ان انا اعرفها من زمان قوي، في حاجة كان مخلياني اقرب منها. لما بكون قاعد معاها بقى مش عايز اقوم، عايز افضل جنبها على طول. عارف انا كتير كده بحس ان كل اللي حصل ده كان لازم يحصل عشان اشوفها واقابلها. بشوف ده في عينيه، بس اللي مخوفني ان في عينه نفس نظرات يوسف بالظبط. احيانا بحس ان يوسف اللي قدامي مش عماد. عماد مش مضطر يقولك انه بيحبك يا ليلى، معلش يعني ما تزعليش مني، بس ايه اللي يخليه يحط نفسه في موضع شبهه زي ده؟ ما ده اللي مجنني مخليني محتار. انا لحد دلوقتي مش قادره افهم الرجاله. الرجاله مش كلهم زي بعض زي ما الستات فاهمين.
بتقولي اي كلام؟ طبعا زي بعض يا بنت. انت هتفهمي اكتر مني؟ على قد فهمي يعني. افهمك انا، الستات فاكرين ان الرجاله كلهم ما وراهمش غير الستات وبس. طب ما هو ده الحقيقي والطبيعي. لا ده مش الحقيقي. الحقيقي ان الراجل بيدور على حاجه ناقصاه، حاجه عايز يكملها. واكتر حاجه بقى بتبسط الراجل وتخليه يحب الست اللي قدامه انها تحسسها انها محتاجاه له، تحسسه كده انه بطلها. كنت بتتكلمي يا بنتي يا نجوى، حاساكي مثقفه قوي. طب ما انا مثقفه يا حبيبتي، حد قال لك اني جاهله؟ بقول لك ايه؟ عماد ده مش هيسيبك، وانا اهو وانت اهو. تحت امرك. عايزه ليمون. ازيك يا منير؟ انا سالت عليكي في الشركه، قالوا لي ان انت مشيتي. صاحبي بيقول لي حصلت مشكله بينك انت ومدير الشركه. في ايه؟ وبعدين؟ هو ايه اللي بعدين؟ ارحمي نفسك بقى، غلط اللي انت بتعمليه في نفسك ده. منيره انا خايف عليكي. من فضلك من فضلك، انا عايزه اقعد لوحدي. ممكن تسمعيني؟ طيب انا خلاص هسافر. هتسافر فين؟ كنت مقدم على وظيفه في شركه سياحيه والحمد لله جات لي. انت بتهرب؟ وليه ما تقوليش ان انا عايزه ابقى احسن؟ عايزه ابقى قد المسؤوليه واعيشك زي ما الناس عايشه. كلام. ماشي، اعتبريه زي ما يكون. انا هسافر، عايز اقول لك ان انا بحبك. كل اللي انا بعمله ده عشان اكون معاكي واتجوزك. عمري في حياتي ما هزعل منك يا منير. رقم تليفوني معاكي، استناكي تكلميني وتقولي لي مع السلامه. أنا عايزه يندم إنه مسك القضية دي. اللي حضرتك بتطلبه ده صعب شوية. صعب إزاي؟ مش فاهم يعني. أنا لا سمح الله ما قلتش ما أقدرش، بس ده عايز وقت. براحتك، بس يحصل. المسألة دي بقى عايزة ترتيب. يعني عشان أشطبه من النقابة وأوقفه عن ممارسة المهنة، ده عايزة مصيبة. هتزعلني منك ولا إيه؟ ده أنا قلت إن مجرد ما أقول لك هتقول هتعمل إيه من غير تفكير. إن شاء الله هرد بكرة عليك في المسألة دي. ادخل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخيراً ظهرت. ازيك يا متر؟ مساء الخير يا خالد بيه، ازي حضرتك؟ طيب يا فندم، تأمرني بحاجة تانية؟ عايز أسمع خبر حلو. إن شاء الله. بعد إذنك. اتفضل. اتفضل. يوسف أخوك لما كان عايش كنت أنت شاري دماغك عشان كل حاجة كانت في إيده. كنت انت تيجي اول كل شهر تاخد اللي يكفيك وانا اقوله ماله حقه. انما دلوقتي دلوقتي يا بابا دلوقتي مفيش حاجه اتغيرت، كل حاجه زي ما هي. مين قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هو حضرتك مش عايل تروق في الشركه من غير الهنا لما ترجع لي وتاخد رايي اذا كنت هقول اه ولا لا؟ المدام بتتعامل معايا كان هي الراجل وانا الست. انت اللي سمحت لها بكده. تعالى 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 اقعد اقعد. ياد انا ابوك. عارف يعني ايه ابوك؟ يعني انا اكتر واحد في الدنيا دي عايز مصلحتك. الراويه دي عامله زي الفرس اللي مالهاش لجام، ها؟ وانت كان لازم تروضها من الاول. يا بابا ما انا كل ما اشد لها اللجام حضرتك بنفسك اللي بتقطعه. لا انت اللي كسرت نفسك قدامها. طب عايز نعمل ايه يا بابا؟ قول لي انصحني. انت اللي تقول، دي مراتك انت وانت ادرى بيها. انت عم يا بابا. بنت عمي اللي حضرتك اجبرتني ان انا اتجوزها غصب عني، فاكر ولا لا؟ دي حكايه وخلصت. لا ما خلصتش يا بابا، ما خلصتش، لان هي دي اساس كل اللي بيحصل. انا ما حبيتش راويه، عمري ما حبيتها ولا حسيت لها بحاجه. وعلى فكره هي عارفه ده كويس. اقول لك حاجه تانية، راويه مبسوطه ان انا ما بخلفش. لا ما تقولش كده تاني مره قدامي. هي دي الحقيقه بابا. ما انا قلت لك مليون مره اسافر معاك لاخر الدنيا
انت عارف كويس قوي ان ده ما منوش فايده. ازاي انت دخلت في علم ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. بابا انت بنفسك قدمت التحاليل كلها لكل الدكاتره اللي في الدنيا وقالوا لك نفس الكلام. مش صحيح. لا صحيح. انت عارف انا عرفت ازاي؟ يوسف الله يرحمه هو اللي قال، زي ما قال لراويه. بس راويه بقى استغلتها ضدي عشان تدوس عليا وتذلني. انت عارف يا بابا انا مش عارف اطلق راويه ليه؟ عشان بنت اخوك. خلاص اتجوز. اتجوز؟ تصدق فكره. اتجوز فعلا. اتجوز ازاي يا بابا؟ وليه؟ ومين الست دي اللي توافق تتجوز واحد ما بيخلفش؟ يا ابني اهدى على نفسك، مش كده؟ انت كده بتتعذب. يا اخيرا حسيت ان انا بتعذب. سيبك سيبك، انت كنت عايزني في ايه؟ ما كنتش عايزك في حاجه. مش جلال؟ يا ميرفت، انت هتسيبيني واقف على الباب؟ ما اتصلتش ليه قبل ما تيجي؟ ما انت لو فاتحه تليفونك كنت عرفت ان انا بقالي ساعه بتصل بيكي. عماد مش حلو. قصدك ايه؟ انت ناقص تقولي لي امشي. لا مش قصدي يا جلال. لا قصدك وقفل تليفونك ده قصد، وطريقتك كلها متغيره وانا عايز اعرف في ايه بالظبط. طب ممكن تستني تحت خمس دقايق؟ هغير هدومي واجيلك. ماشي. بس خمس دقايق بس، مش هستنى كتير. استاذ منصوري. اي فندم. مساء الخير. مساء النور. انا صوفيا مرات يوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عرفت ان حضرتك المحامي الخاص بالمعداوي بيه، وكنت عايزه اطلب من حضرتك خدمه، بس مش عايزه حد يعرف حاجه عن الخدمه دي. حقيقة مدام انا ما بخبيش حاجه عن المعداوي بيه، يعني لو ليكي طلب لو سمحتي تقولي لي المعداوي بيه وهو يقول لي وانا تحت امرك. بس اللي انا عايزاه ده ملوش دعوه بالمعداوي بيه خالص، دي حاجه شخصيه خاصه بيا انا. انا تحت امرك لو اقدر. انا عايزه ازور اللي اسمها ليلى دي في السجن، عايزه اشوفها. هحاول لو اقدر. بعد اذن حضرتك. ممكن افهم بقى في ايه بالظبط؟ مفيش حاجه يا جلال، مالك؟ انا بس عايزه اقعد مع نفسي شويه يعني. تقعدي مع نفسك ولا تعيدي التفكير؟ انا ما بقتش عارف انت عايزه ايه ولا بتفكري في ايه. ميرفت، وانت كنت بتحبيني ولا كنت بتحبي فيا ان انا بوافق على كل حاجه؟ يعني عايزه تتجوزي واحد يحبك وتحبيه ولا واحد يقولك حاضر وطيب؟ لا انت على فكره فاهمني غلط. طب امال ايه الصح؟ ما تقوليلي. طيب قوليلي عشان على الاقل افهم ايه موقفي. مفيش حاجه. ايه يعني مفيش حاجه؟ كل اللي في الموضوع ان انا فعلا عايزه اقعد مع نفسي شويه، عايزه اقعد ارغي مع نفسي، اخد ودي مع نفسي يا فيه. ايوه يعني متضايقه مثلا؟ اه متضايقه. طب ما تقوليلي انك متضايقه فتفضيلي. مش احنا المفروض ان احنا اقرب اتنين لبعض؟ قوليلي، ده اللي يضايقك يضايقني ويشغلني كمان. عمرفة تفهميني، انت متخيله ان انا متضايق يعني عشان انت متغيره معايا شويه اليومين دول؟ اطلاقا والله انا متضايق عشان انت متضايقه. متضايق ان انت تعبانه من حاجه انا مش عارفها، ولا يكون عماد قال لك حاجه عليا لما عرف ان انا هشتغل موظف يكون رفضني؟ لا خالص بالعكس. طب امال ايه؟ طمنيني. ممكن ما تسالنيش وكده بقى انا اتضايق؟ يعني ايه ما اسالكيش؟ انت عايزه تجننيني؟ دي حاجه تضايقني. خلاص براحتك، انا مش هضغط عليكي. انا اعتبر يعني واقول لنفسي ان اي حد بيعدي بيومين بيكون متضايق من غير سبب عادي. وانا هكون ان شاء الله في انتظارك في اي وقت، وهكون سعيد لما تيجي وتحكي لي وتفضفضي لي وتقولي لي على اللي مضايق. ويلا بينا لو عايزه تمشي.
هو احنا نعرف بعض؟ المفروض، بس انا مش حاسه انا شفتك في حته قبل كده. على فكره انت احلى من الصور بكتير. ميرسي. له حق. هو مين اللي له حق؟ يوسف. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا صوفيا مرات يوسف الاولانيه. استني، انا من ساعه ما عرفت ان هو اتجوز عليا وانا كان عندي فضول ان انا اجي اتكلم معاكي وقبلك. جايين تتفرجوا عليا مش كده؟ لا خالص، انا بس كنت عايزه افهم هو اتجوزك ليه. والله لو كان عايش كنت قلت لك روحي اسالي هو. انا عرفت انك جبتي ولد. خلفت ولد، وعارفه ان انت عندك 3 من يوسف كده، يوسف يبقى عنده 4. ويا ترى شبهك؟ لا، شبه ابوه بالظبط. مدام صوفيا ما تخافيش، انا مش عايزه فلوس يوسف، مش عايزه منه اي حاجه. انا كل عايزاه اب لابني عشان مستقبله وحياته. ده لو هو ابن يوسف فعلا. انت ام وكنت مرات يوسف، تعرفيه كويس، ويمكن كمان تعرفيه اكتر مني بكتير. انا عارفه ما فيش ست في الدنيا تقبل ان جوزها يتجوز عليها، ولو حصل تبقى الزوجه التانيه دي شيطانه. انا بصراحه مش عايزه أدافع عن نفسي ولا أقولك إذا كنت غلطانة ولا مش غلطانة ولا حتى كنت ضحية، بس أنا معرفش إزاي وخلاني أوافق. يمكن لو يوسف عايش دلوقتي أكيد هيكون في سبب لكره بيني وبينك أو ضغينة، بس هو خلاص مات، راح، وأنا خسرت كل حاجة. تقصدي إيه؟ بصي، انا حاسه ان انتي غيرهم تماما، غير معده وولاده. عايزه اتكلم معاكي وعارفه اللي بيني وبينك ما يخلينيش اتكلم الكلام اللي عايزه اقوله، بس انا اكلمك كأم، وكمان عشان ابني بقى اخو ولادك. صدقيني مش بكدب عليكي، انا قلت كل حاجه، واي حد مكاني كان هيعمل اللي انا عملته واكتر. انت شخصيا لو اي حد في الدنيا فكر يأذي ولادك كنت هتعملي ايه؟ يوسف نفسه لو فكر يلمس اي حد من عليك او يقتله كنت هتعملي اللي انا عملته واكتر. بس انا لا يمكن اقتل، انا ما كنتش عايزه اموته، انا كنت بدافع عن ابني، عن الحاجة الوحيدة اللي مش هخلي أي حد في الدنيا يخليني أخسرها، روح حسيت بيها جوايا. أنت لو كنت حامل زيي ويوسف طلب منك إن أنت تقتلي ابنك كنت هتعملي إيه يا صوفيا؟ أنا متأكدة أنت كنت هتعملي زيي. مدام صوفيا، أنا عايزاكي تقولي للمعدوي إن أنا مش عايزة فلوسه، والله ما عايزه فلوس. انا كل اللي انا عايزاه ان انا انسب ابني لابني يوسف المعدوي. قولوا له ليلى عارفه متاكده كويس قوي ان هو عارف ان انا كنت مرات ابني، وان هو خد عقد جوازي من شقتي. قولوا له لما عاش ربنا في حفيده ربنا ينتقم منه، وقريب قوي. انا مش عايزاك تتعاطفي معايا ولا صعب عليكي، أكيد عمري ما أقولك حبيني ولا حتى هطلب منك إن أنت تشيلي الكره اللي جواكي من ناحيتي، بس أنا عايزاك تعرفي حاجة واحدة بس، أنا ابني ملهوش ذنب في كل اللي حصل.
في ايه يا منير؟ مالك؟ مفيش يا ماما. هو ايه اللي مفيش بس؟ انت بتعيطي ليه؟ ده انا سامعه صوتك وانا قاعده بره. قلت لك مفيش يا ماما. طب انت مش رايحه الشغل يا بنتي؟ لا انا واخده اجازه. ماما انا عايزه اسافر اعمل عمره. يا ريت يا بنتي، والله انا كمان نفسي. خلاص انا هتصل باي شركه واحجز، ايه رايك؟ ايدي على كتفك طبعا. ايه يا ماما بتبصيلي كده ليه؟ خايفه يا بنتي اسالك على نور تهب فيا هبه من هباتك دي. نور سافر. سافر بره مصر؟ معرفش بقى يا ماما، راح شرم ولا الغردقه، معرفش، جاله شغل هناك كده فجاه. وانا مالي يا ماما، هو حر، هو انا هقول له يعمل ايه وما يعملش ايه كمان؟ انت زعلانه يا بنتي عشان هو سافر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ وانا ايه اللي هيضايقني؟ انا مفيش بيني وبينه اي حاجه اصلا عشان اتضايق. على فين؟ هروح السيده عائشه، بقالي كتير ما زرتهاش. بس عايز الحق يا صاحبي، انت الغلطان. لا انا مش غلطان، انا كان لازم اقوله كده عشان يبطل يحسسني ان انا ولا حاجه. عليا النعمه بالنعمه ربي، انت بترفص النعمه برجليك. ايه يا عم، هو حد طول يعيش العيشه اللي انت عايشها دي؟ يا عم تعالى عيشها انت. يا سلام، يا ريت. انت بتقول كده بس عشان انت من بره، انت لو عشت العيشه اللي انا عايشها مش هستحمل يوم واحد. ليه يعني؟ عشان ما بتخلفش. طز بفلوسك تعيش برنس البرنسات وبشت البشوات كمان. ادي عبيط، الفلوس حاجه والخلفه حاجه تانيه خالص. انت بس لايمني على الفكه ومش عايز حاجه تاني. يا نهارك اسود، ده انت واقع واقع. امال انا بصراحه كل ما اجي اكلمك في الموضوع ده يا صاحبي الاقي المشاكل كبيره بينك وبين ابوك فما اتكلمش. يا عم قصر بقى، قول لي انت عايز ايه؟ انت عمال تلف وتدور على الفاضي. اكون عايز ايه يعني؟ عايز اشتغل طبعا. بس كده هو ده الموضوع يعني؟ اه طبعا. نوم كل لما اجي اكلمك فيه الاقيك عمال تشكي لي وتحكي لي على المشاكل اللي بينك وبين ابوك، هقول لك ازاي تخليه يشغلني؟ لا ما انا مش هقول لابويا، انا هقول لراويه. يا نهار ازرق، راويه على اساس ايه؟ ان العلاقه ما بينكم فله يعني، فهي هتشغلني على طول. انا مش قصدي يا صاحبي، انا قصدي يعني ان العلاقه ما بينكم مش ولا بد، فازاي راويه هتشغلني؟ ولا يهمك، انا اظبط لك الدنيا، متقلقش. امسك. سلام. سلام. مجنون ده ولا ايه؟ ايه يا بت انطقي، عايزه تقولي ايه؟ صحيح يما الكلام اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي سمعتيه يا فالحي؟ قال هتجيبي البت ليلى بعد ما تخرج من السجن تقعد معانا هنا؟ ما اسمهاش البت ليلى، اسمها بنت عمي ليلى. يبقى انت عايزه تجرسينا وتفضحينا في وسط الخلق، مش كفايه انها بوظت جوازتي؟ جوازتك باظت بسبب خيبه نسايبك وعدم فهمهم. وانا مش عارفه، مش عارفه انت بتعملي معاها كده ليه؟ مع انهم يعني عمرهم لا ودونا ولا زارونا ولا كانوا عايزين يعرفونا من الاساس. خيبتني ان احنا ما نعرفش حقيقه الدنيا الا بعد فوات الاوان. زمان لما اتجوزت ابوكي شمس كانت متجوزه عمي الله يرحمهم بقى، من اول يوم لا هي حبتني ولا اني كنت طايقاه، ما صدق اني خدها وسافر على مصر. رب يكون حق الغل اللي جواي خلاني ابخ في دماغ ابوكي عشان ياخد الارض كلها. قلت له ده مستوصف في مصر، لا هيزرع ولا هيقلع وحيي كل أول شهر يقول لك هات الفلوس على الجاهز. وبصراحة ربنا هو كمان دماغه كانت جاهزة للبخ فيه. أيوة يعني ده علاقته باللي بيحصل لنا دلوقتي؟ اللي حصل ده فهمني حاجات كتير، فهمني حاجات محدش فهمها ولا حتى أبوكي نفسه. اللي حصل لليلى ده اختبار
امتحان من ربنا لينا، يعني ينجح يعني يسقط فيه. زمان الغل والحقد كان ماليني من غير سبب، خليتنا زن على دماغ ابوكي عشان ياخد حقي مش حقه. ذنوبي كتير يا بنتي، مش عايزه اقابل ربنا وانا عصياه، وليلى لهدان حق في رقبتي ولازما اردهولها على حسابنا وحساب سمعتنا. يما عارفه يا بنت انت واخوكي لو كلمه قلتوها على البيت ليلى هقطع خباركم انتوا الاثنين. انا كلمتلك مدير المستشفى ووافق ان انت تيجي تشتغلي معانا هنا. والنبي صحيح يما؟ اه الحمد لله. تمسحي وتقنصي. وماله هو الشغل يعني عيب ولا حرام؟ ماشي خدي دول بقى. النبي يما حسابيه، كنت لسه هسالك على فلوس. قولي لي بقى الاوضه اللي انت خدتيها دي فين؟ حته اوضه في السيده زينب. والله تشلها يا ام هاشم. قولي لي هستلم الشغل هنا امتى؟ قريب. حاضر. كويس. ابتسام ابتسام. ايه ده شيماء؟ اهلا. ازيك؟ ازيك انت؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ايه ده مبروك، ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. يلا الحمد لله. الحمد لله. انت تعرفيها؟ ايوه ياما، دي الممرضه اللي في المستشفى. اه خير. لو احتجتي اي حاجه بيقولي لي، انا هنا عارفه الدكاتره كلهم. ربنا يخليكي. مور انت بس. ربنا يخليكي يا رب. خلي بالك من نفسك يا ابتسام. ربنا يخليكي يا شيماء يا حبيبتي، ويرزقك انت كمان يا رب بالفرحه يا رب اللي زي كده. يا رب. يلا يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ لا ربنا يخليكي. يلا باي باي. مع السلامه. مع السلامه. سلام. شيماء بيكلميني. ها ان شاء الله. باي باي. ان شاء الله. يلا سيبك انا يا امي بقى. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. مع السلامه يا بنتي. استاذ استاذ والله العظيم. هو انت كان عندك شك كفاية ولا ايه؟ لا طبعا، بس قول لي كده بقى هي هتخرج امتى؟ مساله اجراءات بس. والله على قد ما انا فرحانه لها على قد ما انا قلقانه عليها. قلقانه ليه؟ هتواجه الناس ازاي؟ الموضوع صعب قوي، لو منها يعني صراحه مش عارفه اعمل ايه. شوفي طالما انت ماشيه خطوه لقدام والخطوه دي صح، غمضي عينك عن الناس خالص كانهم مش موجودين. صح. على فين؟ خلص الاجراءات بسرعه. انت عارفه القضيه دي مهمه بالنسبه لي قد ايه؟ طبعا. افهم بقى اللي حصل ده ايه يا فندم؟ ده اجراء قانوني بس مش معناه ان القضيه خلصت. ايوه بس معناه انها هتخرج. ايوه ده قانون. انت هتقول لي قانون تاني؟ هتقول لي قانون؟ ما اللي كان معايا قبل كده كان بيقول نفس الكلام. يا فندم انا مش عايزك تقلق خالص خالص. انا مش عايز البنت دي تخرج. هتنفذ اللي بقولك عليه ولا لا؟ هنفذ، بس ممكن حضرتك تقعد. اتفضل اتفضل. نعم. انا عارف ان حضرتك زعلان وانا زعلان اكتر منك، بس اعاده المحاكمه دي بقى لازم تخلينا نرتب اوراقنا ونعمل اللي ما قدرناش نعمله في الاول. بص يا فندم، البنت دي كانت واخده 14 سنه، احنا بقى عايزين لها اعدام. معنى كده ان احنا لازم نرتب اوراقنا وملفاتنا وشهودنا، وده بقى لا مؤاخذه اللي كان لازم المحامي الاولاني يعمله. وان ما حصلش؟ هيحصل يا فندم، صدقني هيحصل. شفتي الدنيا وعمايلها؟ الوان اللي فاكره نفسي هخرج قبلك تقوم انت اللي تخرجي قبلي. جرى ايه يا بنت يا نجوى؟ انت ليه محسساني ان انت زعلانه ان انا خارجه؟ يا بنت انت عبيطه، وانا هزعل برضو انك خارجه. يا لهوي يا نجوى، انا نفسي اشوف المعداوي دلوقتي قدام عيني. يا لهوي. اوعي تفتكري ان اللي حصل ده معناه انك خدتي براء. لا، الموضوع كله ان القضيه هترجع تاني لنقطه البدايه، وانت هتخرجي بس لانك خلصتي مده الحبس الاحتياطي. يعني ايه؟ يعني القضيه لسه ما خلصتش يا ليلى، والراجل ده اكيد مش هيسكت. انا كمان مش هسكت. تعملي ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هاخد حق ابني، واكبر حق لابني ان انا هنسيبه لابوه. وهتشوفي. طب اسمعي مني يا ليلى، بلاش حضرتك تدخلي بقلب جامد قوي كده، ولازم تهدي اللعب شويه عشان ما تلاقيش نفسك في دوامه انت مش قدها. برأيي يا ماما في ايه؟ وانت اللي عايزه تحبطيني، وكانك بتقولي لي كبري دماغك يا ليلى. يا حبيبتي انا مش بقول لك كبري دماغك، انا بقول لك خدي بالك. انا فاهمه الناس دي بتفكر ازاي اكتر مني، وصدقيني مش هيعدوا اللي حصل ده. ما تخافيش يا حبيبتي، البلد دي فيها قانون، وانا ان شاء الله ان شاء الله. ليلى
اقول لك حاجه وتسمعي مني ولا هتزعلي؟ لا يا نجوى مش هزعل. قولي. القانون بيحترم اللي يحترمه يا ليلى، وانت من الاول عملتي لنفسك القانون بتاعك انت، هو انك تخلفي اي حاجه تضمن لك حق، وجايه دلوقتي عايز تاخدي حق. فانت بقى يا حبيبتي عشان ترجعي تعدلي كفه الميزان دي تاني هتتعبي قوي. كنت انا بستغربك قوي، احيانا بحس ان انت ما شفتيش مدارس ولا دخلتيها ولا شميتي ريحتها، واحيانا تانية احس ان انت دكتوره في الجامعه. طب ما انا دكتوره في الجامعه. الحكايه بسيطه يا ليلى، انا الدنيا علمتني، اللي شفته هو اللي رباني، خلاني واضحه وصريحه مع نفسي. انا كويسه؟ لا. طب انا حد غصبني امشي الطريق اللي انا ماشيه فيه؟ برضو لا. طب انا استاهل حاجه احسن من اللي انا فيها؟ خالص. طب انا كان ممكن اتعدل واستقيم؟ اه كان ممكن. انا اللي ما عملتش كده، عارفه ليه؟ عشان انا استسلمت. انا بقى مش عايزاكي انت تستسلمي، بس في نفس الوقت ما تتغبيش، فكري في كل خطوه قبل ما تعملي. حاضر، استأمن عليك يا بني، اوعى تخرجي من هنا وما تكلمنيش. لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مش هسيبك. طب قولي يا بنتي. قولي. انا عايزه اقول لك حاجه بس انا خايفه تزعلي مني بصراحه. لا يا حبيبتي ما بزعلش منك، قولي اللي انت عايزاه. ما تحاولي تفكي بقى من الطريق اللي انت ماشيه فيه ده. انت بنت حلوه وجدعه، وانا عارفه متاكده ان انت جواكي نضيف. جربي مش هتخسري حاجه، هتخسري اكتر من اللي خسرتيه. ماشي، اوعدك اما اعتزل ان شاء الله باعزمك على الماتش. طب اقول لك على حاجه؟ انا يعني اما اعتزل المهنه العظيمه دي ان شاء الله يمكن تكون انت السبب. انا بقى اللي عايزه منك وعد انك تفضلي معايا وتسالي عليا وتخليكي جنبي، اصل انا هوائيه وبتاعت مزاجي كده ومش راسيه ومحتاجه حد يظبط لي الجمجمه. مش يمكن تساعديني وتاخدي انت الاجر والثواب؟ طب والله العظيم موافقه، وافضل في ظهرك ومش هسيبك. اه بس اعرفي بقى حاجه مهمه قوي، ان انا متمرده، يعني تلاقيني كده ساعات ماشيه وراكي وحاسه بالذنب وعماله اعيط ليل ونهار ونفسي ومنى عيني اكفر عن سيئاتي، ومره واحده تلاقيني خربها وماشيه بتنام. مالكيش دعوه، انا هظبط لك دماغك دي. هتستحمليني؟ هربيكي. انت خارجه ولا ايه؟ لا. امال لابسه كده ليه؟ مفيش، انا ببقى مستريحه كده اكتر. ايه مالك؟ في ايه؟ انا بفكر اسيب الشغل. تسيب الشغل ليه؟ مفيش يا ماما، بس انا حاسه ان انا ما بقتش مستريحه، حاسه كده ان الشركه دي مش مظبوطه. ليه يا بنتي؟ انت حسيتي ان في حاجه مش تمام في الشركه او مش مظبوطه؟ لا معرفش، بس المشاريع اللي بيدخلوها مشكوك فيها. مشكوك فيها؟ مشكوك فيها يعني ايه؟ ما تتكلمي يا بنتي. بصي يا ماما، انا حاسه ان الشغل ده حرام. لا لو حرام يبقى تسيبيه فورا. طب كويس، انا كنت خايفه انت اللي تقولي لا. لا ازاي بس يا بنتي، اي حاجه تغضب ربنا وما ترضاهوش لازم نبعد عنها فورا، وهو ده الصح. الشغل؟ لا نور. ما رديتيش عليه ليه؟ لا مفيش. مفيش ايه؟ انا حاسه كده ان انت خدتي جنب من نور. هو انت مش بتحبيه ولا ايه؟ احب مين؟ لا طبعا يا ماما، لا طبعا انا ما بحبش حد. الحب ده كلام فارغ. الحب ده اصلا ها حرام. انت عارفه يا ماما، ده لو بيحبني او لو عايز يتجوز زي ما هو بيقول كان زمانه جه وقابل اهلي، بس هو ما عملش كده، هو هرب. البيه هرب. انت فاكره يا ماما ان انا مصدقه ان هو سافر والحوارات اللي هو عمال يعملها دي؟ لا طبعا، اللي زي نور ده يا ماما مش بتاع جواز. هو كان متخيل ايه بقى؟ انا فاهمك، هو كان متخيل ان انا هموت عليه وهجري وراه وانهار واقعد اقول له ما تسيبنيش. هو انا ما اعملش كده طبعا. انا اعمل كده يا ماما؟ ناقص كمان يجي يقول لي تعالي نتجوز عرفي ولا في السر؟ انا عشان اتجوز لازم 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 اتجوز حد محترم ويكون بطريقه شرعيه، دي اهم حاجه. يعني الخطوبه ما تزيدش عن شهر، شهر ده بالكتير، دي اهم حاجه يا ماما، وهو ده الصح. اهم حاجه الاشهار. انا عندي صداع وعايزه انام.
على فين؟ هو في ايه؟ هي البت دي اتجننت ولا ايه؟ هروح له الكافيتيريا اللي شغال فيها وهفاجئه عشان يعرف اني عارفه كل حاجه وانه ما يقدرش يضحك عليا. مش كده وبس، لا انا كمان هفضحه، هخلي كل اللي شغالين معاه يعرفوا انه كان عايز يستهبلني ويفهمني انه سافر وانه بيلعب ببنات الناس. انا مش هسيبه عشان ما يعرفش يضحك على اي حد تاني. مبسوطه؟ طبعا مبسوطه قوي. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش اي حاجه. قولي لي انت عملتي حسابك هتقعدي فين؟ يعني مش فاهمة؟ يعني لما تخرجي من هنا هتقعدي فين؟ أنا عندي شقة مقفولة وممكن تقعدي فيها. لا طبعاً أكيد ما ينفعش. لا أنت هتقعدي لوحدك. لا برضه كفاية أوي اللي أنت عملته، يعني متشكرة جداً. قولي لي ساجد عامل إيه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. طب شوفي بقى، أنا هدبر مكان وهاجي اخدك من هنا على هناك، ومش عايز ولا كلمة تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. مش عايز أي حاجة؟ لا شكرا. عاوز إيه تاني؟ طيب أنا حساس أنا. أوكي. باي باي. يلا يا صوفيا اوريكي مكتبك. تعالي نورتي شركتك. شكرا يا عم. الاولاد عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. زي الفل. طيب عال. تعالي اتفضلي. اللي جاب البت دي هنا؟ بت مين حضرتك؟ صوفيا. اللي جابها هنا؟ معدوي بي قال انها هتشتغل معانا من النهارده وان مكتبها هيكون مكان مكتب يوسف بي الله يرحمه. طيب يا سيدي، طيب خلاص انا لسه واصل الشركه. يا ابني لسه واصل، هخلص واكلمك. يلا سلام. سلام. ايه ده؟ خالد في الشركه؟ يا مرحبا يا مرحبا. اهلا اهلا. ازيك يا بابا؟ انا قلت ان انت خلاص زعلت واتعمصت ومش هتيجي هنا تاني بقى. بقول لك انت واخد عني فكره غلط. ابقى ادخل سلم على صوفيا مرات اخوك، ها؟ هي بقت معانا في الشركه من النهارده. والله طب ومال؟ طبعا. هي خدت مكتب يوسف الله يرحمه ولا ايه؟ بتسال ليه؟ لا بسأل عادي يا بابا، مفيش حاجة يعني. وبعدين ده مالك وشركتك، تعمل فيه اللي انت عايزه. بقول لك يا بابا. ايوه. بما ان في تعيينات اليومين دول يعني، كان في واحد صاحبي قوي يعني كده كنت عايز اشغله في الشركة بعد اذنك طبعا. وانت؟ انا ايه؟ انت امتى هتيجي بقى علشان تشوف حالك وتشوف مالك في الشركة؟ لا ناوي طبعا، بس لما اعرف انا هبقى ايه في الشركة دي اصلا. انت مهندس؟ واحنا شركة مقاولات، يعني الشركة دي معمولة عشانك انت. معمولة عشان انا؟ تصدق انا ما كنتش واخد بالي. يوسف قصدي خالد، ابقى خلي صاحبك يجيب ورقة ويعتبر نفسه متعين من بكرة، ها؟ عشان خاطرك انت بس. تشرفت. بقولك ايه؟ انا مش عايز اسمع اي حاجه تضايقني. كل حاجه هنا تضايق، هم وغم وحاجه تقرف. كل ده ليه؟ عشان صوفيا جت الشركه ولا ايه؟ تيجي الشركه ليه؟ تيجي الشركه ليه؟ تعرف ايه هي هنا علشان تيجي تشتغل في الشركه؟ دي واحده طول عمرها عايشه بره في بلاد الخواجات، لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، عمرها ما رفعت سماعه التليفون عشان تطمن على حد فينا. بصراحه اللي بيعمله عمي ده اوفر اوفر. طب اهدي على نفسك شويه. اهدي على نفسك عشان الانسان ما بياخدش كل حاجه. تقصد ايه بقى؟ ايه اهدي على نفسك دي؟ يعني ايه؟ ولا حاجه.
حقك عليا يا ست. اه صحيح، انا كلمت بابا عشان يشغل هاني في الشركه وهو وافق. عايزك تشوفي له بوزيشن كويس وتحطيه فيه. هو اللي طلب منك كده؟ اه هو اللي طلب مني. بصراحه انا عايز اخدمه عشان بحبه. اوكي هبقى اشوف الموضوع ده. ايه كفاله الشر يعني ما تضحكني معاك. لا ولا حاجه، بس طريقه كلامك بتحسسني ان انت صاحبه الشركه وكلنا شغالين عندك. اتفضل. صباح الخير صوفيا. ازيك يا صوفيا؟ انا اسف جدا ان انا ما سالتش عليك الفتره اللي فاتت. انا بصراحه زعلانه منك جدا، مش قادره اقول لك انا شايله منك قد ايه. وايه اللي مزعلك بقى يا كتكوت؟ انا زعلانه عشان المفروض يا راويه ان هو عم الاولاد، والمفروض كان يبقى اول واحد يقف جنبي ويسال عني. انا بصراحه مستغربه موقفك جدا يا خالد، انت حتى ما اتصلتش تعزيني. انا غلطان فعلا، حقك عليا. انا كمان كنت متوقعه انك تحاول تهتم بالولاد وتحسسهم انه ابوهم مراحش، لكن انت ما عملتش اي حاجه من دي، وده حسسني انك بتكره الولاد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مع ان انا حاسه ان الولاد اول ما يشوفوك هيحبوك، لانك هتفكرهم بابوهم وهيشوفوا ابوهم فيك، مش كده يا راويه؟ اه طبعا هيشوفوا ابوهم فيك. انا مش عايز اسمع منك الكلام ده خالص، واعتبري ولاد يوسف هم ولادي. مش مصدقاك قوي يعني، بس خلاص ما دام اعترفت انك غلطان كأنه مفيش حاجه حصلت. وانا تحت امرك في اي حاجه. عن اذنك. أنا كنت جاية يا راوية عشان أسلم عليكي وأقولك إن أنا هكون معاكي هنا كمان مش بس في البيت. لا ما أنا عرفت. طب كويس. عرفت حبيبتي عرفت. أنا كمان طلبت من عمي إنه يخليني أشتغل في الأكاونتينج علشان أنا شاطرة فيها. والله؟ وقلت بما إن إحنا سلايف، مش بيقولوا كده برضو سلايف؟ قلت أقولك بقى تساعديني علشان أنا مش فاهمة كل الحاجات، وإنتي لازم تخليني أفهم كل حاجة في الشركة من أولها لآخرها. أو أول حاجة بقى هفهمها لك هنا في الشركة إنها قائمة على التخصص، يعني اللي يشتغل هنا لازم يبقى فاهم ودارس وبس. لا حبيبتي ده للموظفين، الموظفين بس هم اللي يبقوا متخصصين، إنما أصحاب الشركة لازم يبقوا فاهمين كل حاجة. هو مش أنا وإنتي أصحاب الشركة؟ على فكرة، على فكرة خالد طلع شخص محترم ولطيف جدا، أنا كنت واخدة عنه فكرة غير كده خالص، بجد شخص محترم، ربنا يخليهولك يا روي. لو سمحت. تحت أمرك. في واحد اسمه نور شغال هنا؟ آه ده ساب المكان. آه هو بقى اللي قالك تفهمني كده؟ نعم. يعني أنت عايز تقنعني إن هو مش موجود هنا دلوقتي؟ ومين حضرتك؟ أنت مالك أنت؟ أنا مين؟ ده أنت غريب جدا يا أخي. بقولك إيه؟ أنا عارفة إن أنت مش هتكذبي عليا. هو نور موجود هنا ومستخبي عشان مش عايزني أعرف؟ لا لا نور سافر. بس أنا كنت عارفة بينكم وبين بعض حاجة. بيننا وبين بعض حاجة؟ لا طبعاً أنا مفيش بيني وبينه أي حاجة. وبعدين أنا جايله دلوقتي عشان هو ليه فلوس عندي وأنا جاية أديها له. وبعدين أنت إزاي أصلاً تقفي تتكلمي معايا بالطريقة دي؟ يا ماما أنا إنسانة محترمة جداً، وإذا كان هو مفهمكم هنا إن أنا في بيني وبينه حاجة فده عشان هو بني آدم مش محترم ومش متربي، وأنا هعرف إزاي أتصرف معاه. الصحفية اللي اسمها رجاء دي زودتها قوي. سيبك منها. أسيبني منها ازاي؟ ازاي تكتب الكلام ده؟ ازاي تكتبه هي ما عندهاش ولا دليل؟ عايزه تشتهر يبقى لها اسم، ادي كل الحكايه. بالطريقه دي؟ بالاسلوب ده؟ بانها تشوه سمعه الناس كده؟ ايوه في ناس كده.
هي فاكره يعني لما تلاقوا سمعه الناس وتخترح حاجات كده هتعلى. الناس دي مرضى، انا شايفها مسكينه. ايوه هي فعلا مريضه. ما فكرتش ليلى هتروح فين بعد ما تخرج؟ ايوه قلت لها تيجي تقعد في الشقه عندي، رفضت. طيب ما هي طبعا لازم ترفض يا متر، سيبني انا احاول اقنعها. يا ريت. قولي لي، اه صحيح انت عملتي مع جلال؟ قابلته. مفيش، هو بصراحه الراجل قال كلام كويس زي الفل. بس انا مش عارفه، مش مبسوطه. على فكره مبسوط قوي ان انت صريحه مع نفسك، لكن في نفس الوقت مش مبسوط باللي انت عملتيه مع جلال. جلال ملوش اي ذنب ان انت اكتشفتي فجاه كده انك مش قادره تحددي اللي جواكي. هو ده بقى اللي انا حاسه بيه، مش عارفه اعمل ايه. اقول لك، سيبي الامور تمشي بالطريقه المناسبه، ما تشغليش بالك. وحياة النبي يا استاذ، احنا مستنيين هناخدها ونجي لك على المكتب طوال ان شاء الله. اللي مش عارفين نتشكرك ازاي ولا نقول لك ايه يا متر، بس على كل حال انا كنت عامل حسابي اني اجي لك على المكتب علشان ان شاء الله نتحاسب. نتحاسب ايه بس يا عم الحاج؟ مفيش حساب ولا حاجه، القضيه دي قضيتي انا. الله يكرمك ويعزك، بس برضه كل واحد لازم ياخد حقه. ما تقلقش. ابن حلال. حق امير الامه، ربنا يبارك له يا رب. يا رب. الحمد لله على السلامة. تعالي اتفضل. اتأخرت يا اختي. ما تقلقيش ما تقلقيش. ليلى اهي. ليلى الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. ألف حمد لله على سلامتك يا اختي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا اختي، ده انا فرحتي بقد الدنيا النهارده. ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي يا طنط. ازيك يا اختي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على سلامتك وسلامة ابنك. الله يسلمك. يلا يا اختي بينا. يلا يلا. فين يا جماعة؟ على بيت عمك يا اختي. لا هو انا اصلا فضليها وفضليها لي اللي بس خلاص مش عايزة اسمع ولا كلمة. وانت ليكي مين هنا عشان تقعدي معاه؟ يلا بينا. ما هو اصلا انا خلاص يعني مجهز مكان، ما تقلقوش. مكان اهدها اخويا. لا يا ميت، كتر خيرك قوي يا اخويا لحد كده، واظن انني قلت لك اني هجيك المكتب وحاسبك واديك حسابك وفيه مليون بوس. جرايها يا ليلى. اللي قلت يلا يا ليلى. يلا يلا يا بنتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. على مهلك على الولد. على مهلك. يلا يا دنار اركبي يا اختي اركبي. واضح ان المتر زعلان قوي لان موكلته مش هتبقى تحت عين. انا مش هرد عليكي، ده مش اسلوب صحفيه محترمه، الصحافه دي مهنه ليها قدسيتها. يعني انا شايف ان انت تسيبك من المهنه دي خالص تشتغلي حاجه ثانيه. يلا نرفض. يلا ماشي يا متر. ايوه يا استاذ. لا انا موجود، هكون عندك حالا. ايه صورت اللي قلت لك عليه؟ يس. بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها يا استاذه؟ عيب تسال السؤال ده. طب يلا ادخل. مختار. عماد بره بيسال عليك. طب ما تخليه يدخل. يا عماد تعالى. يا عماد اتفضل. يا عماد استاذ مختار. حاضر. ازيك اخبارك ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ أنا أصلي متعود كل فترة كده أجيب هدوم ابني وأنضفها وأكويها زي ما هو كان بيحب يعمل بنفسه. أنت كويس؟ لا أنا كويس جدا. على فكرة يا عماد، أنا عارف إن ابني مات، وعارف إن اللي أنا بعمله ده جنان في نظر بعض الناس، بس أنا لما بعمله ببقى مبسوط يعني. بس تريح. اعمل اللي يبسطك ولا يهمك من الناس. بالمناسبة مبروك القضية. الله يبارك فيك.
عرفت ان دي تبعك. ما هو انت ابني برضه. بس انت شكلك مش مبسوط. اصلها سافرت راحت عند عمها. طب وهي عادي؟ لا مش عادي، انا متضايق. ما تقول لها. قلت لها قبل كده مره وصدقني. قولها تاني وتالت ورابع، ان شاء الله تقول لها مليون مره. ايه المشكله؟ عارف يا استاذ مختار، انا استاذ مختار انا ما بعرفش احب. يعني يعني ايه ما بتعرفش تحب؟ يعني ما بعرفش، يعني حاسس ان انا ما بعرفش احب. يعني يعني لا، انا لما ببقى معاها بحس كده ان قلبي فتح لها، وبعد شويه قلبي يقفل تاني. زي ما تقول كده يعني حاله حب مش حب. فاهمني؟ هي لا مش فاهم يعني. يعني لما ببقى قاعد لوحدي بيبقى قلبي مستريح تماما، لكن لما بسمع اغاني الحب بالتحديد بقعد افكر في الاغاني دي، افكر في كلامها، وبقى نفسي اقابل اي واحده اقول لها نفس الكلام بتاع الاغاني دي. انا استاذ مختار مش قادر احدد. انت فاهمني ولا؟ طب انت بتحب تقرا روايات؟ كنت بقرا طبعا كتير. طب وزمايلك بتوع زمان كانوا معاك في الجامعه يعني فين؟ ايوه دول اتجوزوا وخلفوا من زمان. زعلان بقى؟ كان نفسك تبقى زيهم؟ احيانا بحس بكده طبعا. اه صحيح، مش تسال على موكلتك تطمن وصلت ولا لا؟ اه شفت، بعدين انت نسيتني اللي كنت بعمله، وده يعلمك انك لما تبتدي حاجه لازم تكملها لغايه الاخر وما تسمعش كلام الناس. صح؟ صح. خشي خشي يا اختي برجلك اليمين، تعالي يلا. دي بقى اوضتك جنب اوضتي تمام، عشان لو عوزتي اي حاجه قوليلي. متشكره قوي يا طنط. متشكره ايه وكلام اهبل ايه؟ انا زي امك، والبيت ده بيتك مش بيت عمك. اه مالك يا دنار بيكي ايه يا اختي؟ انا السبب في موتها انا عارفه، استحملتش الكلام اللي اتقال عليا. ماتت بحسرتها، يا ريتني كنت انا مش هي. بلاش الكلام الاهبل ده، كل واحد وليه عمر، لا بيقدم يوم ولا ياخر يوم. قولي انت بس يا رب عشان ربنا يوقف معاكي ويساعدك. يلا يا اختي رش على جسمك شويه ميه واستريحي. حاضر. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحك. يا بنت انا مش قلت لك تروحي تسلمي على بنت عمك؟ هو انا مش عايزه اشوفها. وانا ما اقول لك على حاجه لازم تسمعيها، انت فاهمه؟ بقول لك ايه، مجيتها دي هنا اصلا مش على هوايه، وقعدتها هنا هتخلي سيرتنا زي الزفت على كل لسان. اخرسي لسانك، البنت تسمعك الله يقطعك. يا وهي ما تسمع ولا ما تسمعش؟ هي دي واحده لو عندها دم كانت جت هنا اصلا. كده عايزه اقلوني على وشك يا دلوقتي. انا مش عارفه انت واقفه معاها قوي كده ليه؟ اروح انا اتجوز لك في السر عشان تحبيني زيها؟ رأسي انت بتضربيني عشانها؟ ايوه اضربك. انا مش عارفه انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ مش كفايه الجرس اللي جات لنا من تحت راسك؟ حقك عليا امسحيها فيا انا، هي مش فاهمه حاجه. معلش يا اختي معلش. انا مش زعلانه. يا رب استغفر الله العظيم. صباح الخير. صباح النور يا هند. مدام راوية موجودة؟ أيوة أستاذ هند. اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كنت مستنياكي. اتفضل معايا.
اتفضل. شكرا. نورتنا. انت نور يا كمان. شكرا. ها قولي بقى تشرب ايه؟ لا متشكر قوي لذوقك. لا لازم تشرب حاجه. وبعدين خالد موصي عليك جدا. اه طبعا خالد حبيبي وصاحب عمري. عامل مع الدوي بيه قرر ان هو يشغلك في القسم الاعلامي للشركه. ده كتير قوي، كتير قوي اللي انتوا بتعملوه معايا ده والله. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا فندم. يعني مش غريبه شويه انك لحد دلوقتي ما عملتش كارير وما استقرتش في اي شغل برغم ان انت مش صغير؟ بصراحه انا ما بحبش اشتغل اي شغلانه من زمان وانا مقرر، يا اما اشتغل الشغل اللي يناسبني يا اما بلاش خالص. يا سلام. يعني انت شايف اللي انت بتعمله ده صح؟ طبعا وصح جدا كمان. يعني حضرتك مثلا. انا؟ ايوه انا عارف ومتاكد انك عارفه امكانياتك كويس جدا وبتسعي كمان لانك تبقي في مكانه اكبر. صح؟ مش عيب. مش عيب يا مدام راويه ان البني ادم يبقى عارف قيمته كويس ويحطها في المكانه اللي تستحقها. مش عيب. عندك حق. ازيك يا صوفي؟ الحمد لله. ازيك يا خالد؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ولا انت عامله زي المصريين؟ ما بتعرفيش تستريحي الا في الحته اللي انت متعوده عليها. طب ما انا مصريه. هو يعني عشان قعدت كام سنه بره خلاص هغير جنسيتي؟ طب يا ستي خلاص حقك عليا ما تزعليش. كل ما ببص لك بفتكر يوسف. ام سوري يا خالد انت اتضايقت؟ لا ابدا. انا ويوسف الله يرحمه كنا توأم. يعني روح واحدة. بس ساعات بحس ان انت بتتضايق لما الناس تبص لك وتتكلم عن يوسف. لا ما بتضايقش. طب انا عايز اسألك سؤال تاني هو بايخ شوية بس عارفة انك هتجاوبني عليه بصدق. وانا مش هكدب عليكي في حاجة. هو انت متضايق ان انا جيت؟ عارفه انه راويه متضايقه ان انا جيت. هي مش طايقاني، مش مبسوطه وقلقانه وخايفه طول الوقت على الشركات والمصانع والفلوس. انا مش عايز اسمع منك الكلام ده خالص. وزي ما انت قلتي انا ويوسف واحد، شكل واحد وروح واحده، كل حاجه فينا زي بعض. طب اقول لك حاجه يا ستي، اعتبري ان يوسف الله يرحمه هو اللي عايش وان خالد هو اللي مات. كل حاجة أنت عايزاها، طلباتك أنت وعيالك هيتحققوا وزيادة شوية كمان. إحنا ما بناكلش حق حد. ميرسي يا خالد. ميرسي إنك اتكلمت معايا وفتحت لي قلبك. الحقيقة أنا اللي عايز أشكرك. أنا اللي عايز أشكرك إن أنت فتحت لي قلبك. واتكلمتي معايا بصدق وصراحة. لأن الحقيقة إن مفيش حد بيعمل معايا كده غيرك. يلا. تصبح على خير. كويس انك جيت، ده انا كنت هبعت لك حد يقول لك على الخيبه الثقيله اللي احنا فيها. هو صحيح اللي انا سمعته ده؟ جابوا البت اللي اسمها ليلى دي تقعد هنا؟ ايوه يا اخويا جابوها. لا وقال امك ايه؟ عايزين اعملها كويس واقابلها حلو. شفت الخيبه؟ صباح الخير يا عمر. ازيك؟ امك فين؟ طنط بيرا خرجت. ايه يا عمر؟ مش عايز تسلم عليا ولا ايه؟ احنا حتى بقالنا كتير ما شفناش بعض. انت مش عايز تفهم ايه اللي حصل ولا انا عملت كده ليه؟ خلصت كلامك؟ شوفها ليلى احنا بلد ارياف
يعني أي حاجة صغيرة بتحصل في أي بيت بتأثر فيه. واللي عايز أعرفهولك إن سيرة بيت فارس وصلت البلد اللي جارنا واللي جار جارنا، وما عادش أصلاً في سيرة في البلد غير عنك. أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، ومش عايز أصلاً أعرف، لأن الحكاية من أولها لآخرها غلط في غلط. صح ولا أنا غلطان؟ لا يا عمر أنت مش غلطان. كلام جميل. شوفي بقى بنت عمي، وجودك في البيت ده هيبقى خراب علينا كلنا. يا ريت تاخدي بعضك وترجعي مصر، على الأقل أنت واخدة على العيشة هناك، وهناك الدنيا واسعة ومحدش بيعرف حد. ولو يا ست عايزة أو محتاجة أي مكان تقعدي فيه أنا ما عنديش مشكلة، ولو محتاجة مليمين تصرفي بيهم على نفسك طول الشهر أنا متكفل بكل شيء، بس هنا لا. حاضر يا عمر. إيه ده؟ هو أنت هنا يا عمر؟ عشان من شافك يا ابني. ازيك يا أم، عاملة إيه؟ ازيك، وحشتني. وأنت أكتر. أخبارك إيه؟ زي الفل. سلمت على بنت عمك؟ آه طبعا يا أم. على فين؟ ياك تكون قلت لها كلمة كده ولا كده ولا زعلتها؟ ما قلتلهاش حاجة يا أم. ما قلتلهاش حاجة؟ هو أني مش عارفاك؟ ده أني عجنك وخبزاك، وعارفة إنك جاية من آخر الدنيا عشان تبكت البيت. ياما أنا عايز أحافظ على سمعة أبويا وسمعة بيت فارس اللي إحنا محافظين عليها. إيه؟ رجعت تشرب سيجار تاني ولا إيه؟ آه. قول يا خالد، أنت كنت بتحب أخوك يوسف؟ إيه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجة. اه طبعا بحبه، مش معنى ان احنا كنا مختلفين الفتره اللي فاتت دي بخلاص، ده برضه اخويا. وبعدين ما تنساش يا بابا ان انا كل ما ببص في المرايه بفتكره. وكنت بتحب ولاد اخوك يوسف؟ يا بابا ده انا بحب اي عيل صغير ماشي في الشارع، مش هحب ولاد اخويا برضه. ايه رايك في صوفيا؟ مالها؟ هي زعلتك في حاجة ولا ايه؟ ده أبداً أبداً. بصي يا صوفيا، عشان عاشت بره كتير فهتلاقيها صريحة شوية، واحنا مش متعودين على كده. بس هي كويسة. طبعاً كويسة جداً. أنا اتكلمت معاها الفترة اللي فاتت واتكلمت معاها بحدة جداً، بس بصراحة أنا استريحت جداً بعد ما اتكلمت معاها، لأن أنا كنت حاسس إني مقصر مع يوسف الله يرحمه. إيه رأيك تتجوز صوفيا؟ قول يا خالد، انت كنت بتحب اخوك يوسف؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجه. اه طبعا بحبه، مش معنى ان احنا كنا مختلفين الفتره اللي فاتت دي بخلاص، ده برضه اخويا. وبعدين ما تنساش يا بابا ان انا كل ما ببص في المرايه بفتكره. وكنت بتحب ولاد اخوك يوسف؟ يا بابا ده انا بحب اي عيل صغير ماشي في الشارع، مش هحب ولاد اخويا برضه. ايه رايك في صوفيا؟ مالها؟ هي زعلتك في حاجه ولا ايه؟ ده ابدا ابدا. بصي يا صوفيا، عشان عاشت بره كتير فهتلاقيها صريحه شويه، واحنا مش متعودين على كده. بس هي كويسه. طبعا كويسه جدا. انا اتكلمت معاها الفتره اللي فاتت واتكلمت معاها بحده جدا، بس بصراحه انا استريحت جدا بعد ما اتكلمت معاها، لان انا كنت حاسس اني مقصر مع يوسف الله يرحمه. ايه رايك تتجوز صوفيا؟ ايه اللي ايه؟ بقول لك ايه رايك تتجوز صوفيا؟ يا بابا اللي بتقوله ده مستحيل طبعا. لا يا عمر، لا يا اخويا، سمعه البيت دي اللي احنا اللي مسؤولين منها، اللي مش انت. وبعدين ابوك لسه ولا ما ركبش الهدهد. لما بأركب الهدهد يا اخويا ان شاء الله بعد عمر طويل ابقى اعمل اللي ما بدال. انا مش قصدي حاجه يا عمر. اللي بس خلاص اعمل لنا شاي يا ام عمر. حاضر يا عمر. هذا يا عمر، عايز اسمع يا عمر، فاطمة اختك وليلى اللي أمانة في رقبتك يا عمر إلى يوم الدين. يا ولا أنا مش عايزك تغلط غلطة أبوك وتخسر كل اللي فات، واللي تعيش ندمان طول عمرك وتتمنى يوم تعوض فيه حاجة من اللي فات. عمك يا عمر مات واللي احنا كنا متعاركين، وإن جيت للحق يا ولا يا عمر اللي اللي كنت غلطان. أنا ما قلتش حاجة يابا، بس مش معنى كده إننا إيه يا ولد؟ يابا دي بنت سايبة، باعت نفسها وباعت شرفها، إحنا بقى ذنبنا إيه؟ جرايها يا عمر. ذنبنا يا أخويا اللي إنها من لحمنا ودمنا واللي لازم نقفوا جنبه.
يابا تمام، نقف جنبها لما تكون عيانة، محتاجة قرشين، بتتجوز ومحتاجة اللي يجهزها، إنما دي فضحتنا وجرستنا وخلت سيرتنا على كل لسان. يابا أنا مش بقولك ارميها ولا سيبها، أنا كل اللي طالبه من حضرتك إنك تبعدها عن البلد، خليها تعيش في مصر، وإحنا كلنا هنبقى واقفين جنبها، ولو احتاجت أي حاجة، أي حاجة من العين دي قبل العين دي، غلطان أنا؟ اوعى تفتكر إن أنا سليم أو إن أنا ماشي على رجليا يبقى خلاص تخطيت اللي حصل. موت أخوك يوسف كسرني، أنا روحي راحت، أنا مبقاش في أي حاجة مخلياني متمسك بالدنيا إلا أولاد يوسف وإنت. خالد أنا ما كنتش بضغط عليك عشان تيجي الشركة أو بزن عليك يبقى لك مكتب فيها وتمشي معايا خطوة بخطوة بكل اللي أنا بعمله زي أخوك يوسف. اوعى تفتكر ان انا ببعدك او ان انا اكره ده، لا، انا كنت عايزك تعيش، كنت دايما بشوفك انت بتجري من هنا لهنا عشان تحل موضوع الخلفه، وكل ما يبان لك امل ويروح قلبك بيتكسر وانا قلبي كان بيتكسر معاك. انا كنت عايزك جنبي تبقى معايا انت وولادك، عشان كده جوزتك راوية بنت عمك، لأن هي مش هترفض تعيش معانا هنا زي صوفيا اللي خدت ولادها وعاشت بره وبقينا نشوفهم كل فين وفين. كنت عايزك تبقى معايا في البيت، انت وولادك تبقوا حواليا، تبقى سندي اتعكز عليك. اخو يوسف الله يرحمه كان مطيور وبيعمل كل حاجه بمزاجه، بعدين قلت انت كفايه عليك هم الخلفه، كمان هحملك هم الشركة فوق دماغك. للأسف اللي أنا عملته ده أنت فهمته غلط ويوسف استغله غلط، عشان كده اللي أنا بطلبه منك ده شيء مهم جدا ولازم تفكر فيه بجدية. صوفيا لسه صغيرة وحلوة ومتطبعة بأخلاق برة، يعني ممكن تفكر تتجوز وتجيني تقول لي انا عايز اتجوز او تاخد ولادها وترجع بيهم بلاد بره تاني. مين هيراعيهم؟ مين هياخد باله منهم؟ مين هيخليهم حواليا اذا ما كانوش قدام عينيا؟ خالد يمكن ربنا ما ادكش الخلفه عشان اللحظه دي، يمكن دي حكمه ربنا اللي احنا ما كناش عارفينها. ماشي يا بابا، اللي انت عايزه انا هعمله. تعالي بس يا فاطمه والنبي عايزه اتكلم. اوعي بس ما تمسكيش ايدي كده. طب معلش انزلي، طيب نتكلم تحت. طب اوعي، استغفر الله العظيم. وطي يا رب صوتك، وطي صوتي ليه؟ بعمل حاجه غلط؟ نعم، عايزه ايه؟ عايزه اتكلم معاكي يا فاطمه. انت مالكيش كلام معايا، واعملي حسابك طول ما انت قاعده في البيت ده لسانك ما يخاطبش لساني، فاهمه؟ وليه كل ده؟ كده انا كيفي كده يا ستي؟ دمك ما بيجيش على دمي، بشوفك بتعصب. طب ما تقعدي تكلمي معايا، يمكن تعرفي اللي جوايا، وبعدين كل اللي جواكي ده مبقاش موجود. انا عايزه اقولك على حاجه، انت ايه اللي جابك هنا؟ امك وهي عايشه ما كانتش بتطقنا ولا بتطيق سيرتنا، وكانت دايما تقول وتعيد وتزيد علينا ان احنا سرقناها وسرقنا ورثكوا، عايزه مننا ايه؟ الكلام ده قديم مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي. والجديد بقى ان خطيبي سابني وبسببك وبسبب سمعتك، اول ما اهله عرفوا ان ابويا واقف في صفك سابني وطفش. انا والله العظيم ما اعرف الكلام ده خالص. وديك عرفتي، ولسه المصايب هتهل علينا من كل ناحيه طول ما انت قاعده معانا. بقول لك ايه، لو انت فاكره ان عمر جاي يقول لك الكلمتين دول وماشي كده من نفسه، ده تلاقيه سامع كلام زي السم سم بدنه بسببك وبسبب اللي انت عملتيه. انت مش مننا ولا عشتي عيشتنا، اسمعي كلامه وروحي مصر، اهي واسعه ومحدش هيعرفك فيها. اوف، يا عماد انت مش نازل النهارده؟ لا انا بفكر اخد اجازه. طب انا نازله شويه. رايحه فين؟ رايحه لطنط ايمان اقعد معاها، عايزه اقعد ارغي مع حد كده يخرجني من الموت شويه. طب سلمي لي عليها.
الله يسلمك. حاضر، باي باي. الو ليلى، ازيك يا استاذ هاني؟ انا كنت بطمن عليك. انا كويسه الحمد لله. طيب انت مش محتاجه اي حاجه؟ لا ربنا يخليك، لو احتجت حاجه بقول لك. طب انا كنت يعني عايز نتقابل قريب عشان في حاجات كتير جدا كنت عايز اتكلم معاكي فيها بخصوص القضيه. اكيد حاضر، ان شاء الله اول ما انزل مصر هكلمك واشوفك على طول. إن شاء الله. مع السلامة. سلام.
واحده في الدنيا دي عارفه هي عايزه ايه. طب ما تقولي انا كمان عشان ابقى عارف. يدفع كام؟ اللي انت عايزاه. انا مش عايزه اي حاجه من الدنيا دي غيرك انت وبس. قديمه، قولي غيرها. يعني صدقي خلصتك انت غلس. والله قديمه. ايه؟ بس ايه كده ليه؟ بس وحشتيني. انا كداب. انا كداب؟ مش عارفه ليه مش بعرف اصدقك يا يوسف. وانا مش عارف ليه ما بقدرش ابعد عنك. ازيك يا منيرة؟ ليلى؟ اهلا يا ليلى، اتفضلي يا حبيبتي، تعال تعال اتفضلي. ازيك يا طنط؟ الله يسلم. ابنك ده؟ هو ابني. تعال يا بنت تعال. شكلك تعبان قوي يا ليلى. عشان انا جايه من السفر عليكم على طول. وحشتيني قوي يا منيره. انت كمان. انت كنت مسافره فين؟ جايه من عند عمي على طول على هنا. هاتيه يا بنتي. لا يا طنط، انا كنت عايزه اغير له بس. طب ما تقومي يا بنتي غيري له في الاوضه. قومي يا حبيبتي تعالي. تعالي يا ليلى، البيت بيتك. خدي يا بنتي عشان تشطفيه قبل ما تغيري له. شكرا. ولا تحبي تحميه الاول؟ لا لا كفايه قوي كده. ميرسي يا طنط. ما تعملي لها حاجه تشربها يا منيره. ولا اقول لك احنا ميعاد غدا وانا عامله محشي، انما ايه طعم قوي، هروح اعمل لك السلطه. وحشتيني قوي. منير في ايه يا منير؟ مفيش. مقابلتك ليلى يا بنتي مش عاجباني. غريبة، مع ان انت كنت عايزاني ما اعرفهاش بعد اللي حصل. بس يا بنتي ده عندنا في البيت ومجيتها عندنا مش سهل. ماما انت عارفة انا بحب ليلى قد ايه، بس مجيتها هنا غلط. انت اصلك مش عارفة لو كان حد شافها وهي طالعة ولا وهي نازلة سمعتنا هتبقى عاملة ازاي. بنت انت بقول لك ايه، انت مالك؟ في ايه بقيتي كل حاجة تاخديها على اعصابك ليه؟ ما بلاش شغل التخاريف دي. مش تخاريف يا ماما، والله ما هياش تخاريف. انت عارفة ليلى دي لو قاعدة في اي حتة تانية انا هروح ازورها كل يوم، بس انها تيجي هنا غلط. يا رب بس ما يكونش حد شافها. هو في ايه يا ربي؟ البنت دي جرالها ايه؟ شكلها تعبانة أوي يا ماما.
أنا عمري ما كان ليا صاحبة زي ليلى، بس أنا خايفة، حاسة إني وحشة، وحشة قوي. أنت إيه اللي غيرك كده يا بنتي؟ هو في إيه؟ إيه اللي قلبك كده؟ الناس، ببص في وشوش كل الناس بحس إن جواها غدر. لما بفتح الجرايد يا ماما وبقرا البلاوي اللي فيها بحس إني مش عايزة أنزل من البيت. لما بمشي في الشارع بحس إن اللي جنبي هيسرقني وإن اللي ورايا مراقبني. لما حد بيبص لي قوي بخاف، بحس إنه ناويلي على الشر. ساعات كتير بتمنى ما انزلش من البيت، مش عايزة أشوف الناس. أنا كرهت الناس. أنا كنت بتمنى أبقى زي ليلى في جمالها وبساطتها وشطارتها. دلوقتي أنا بهرب من ليلى. إحنا ليه وحشين قوي كده يا ماما؟ مدام راوية، كنت عايز أتكلم مع سعادتك في حاجة في الشغل كده. تعالى معايا. يا رب ما كنتش معطلك. معطلني عن إيه؟ أنا لحد دلوقتي ما بعملش حاجة. تستعجليش. مش مستعجلة، بس ما بحبش أقعد كده من غير شغل، وما بحبش أخد فلوس ما يكونش ليا الحق فيها. طب هو أنت لسه زعلانة مني؟ أنا ما بعرفش أنسى بسهولة. إيه مستغرب ليه؟ لا أبدا، أصل أي ست مكانك مش هتقول كده خالص، هتقول إن هي نسيت ومفيش حاجة. بس على فكرة الستات لما بيقولوا كده ما بيبقوش نسي ولا حاجة، مفيش ست بتنسى حاجة بتضايقها حتى لو هي اللي غلطانة. طب حاولي تنسي وتقربي مننا وتحبينا شوية. حاضر. طمن، أنا ما بعرفش أكره حد. ممكن أسألك سؤال احتمال يضايقك؟ اسأل زي ما أنت عايز. هو أنت فعلا ناوية ترجعي الولاد؟ آه، أنا لما بقول حاجة ببقى عارفة إن أنا هعملها. أنا فعلا عايزة أرجعهم، بس بفكر جديا أدخلهم مدرسة داخلية. أنا مش عايزك تدخليهم مدرسة داخلية. ليه؟ عشان باباك؟ لا مش عشان بابايا، عشان خاطر الولاد. أنا عايزهم يعيشوا حياة طبيعية، يتربوا في وسط أهلهم والناس اللي بيحبوهم. أنت طيب جدا يا خالد، غير اللي كان بيقولوا عنك يوسف خالص. كلام يوسف عنك كان محسسني إن أنت بتكرهنا كلنا، وإن أنت مش طايق تشوف حد فينا. أنا حتى كنت خايفة جدا لما كنت بفكر أجي أنا والولاد نعيش معاكم أنت وراوية. خالد، أنت زعلت؟ عايز الصراحة؟ زعلت. صراحة الحمد لله الشغل لطيف قوي، بس في موظف سئيل قوي اسمه أسامة، ربنا يستر بقى أنا وهو. بس ده مديرك. ما هو مديري ده، أنا ممكن أسيب الشغل بسببه وأمشي. تسيب الشغل بسبب واحد مضايقك؟ غريبة دي. ما هو بصراحة مدام راوية أنا ما بعرفش أتعامل مع حد ما بحبوش ومش طايقه. هو العمر فيه قد إيه ولا الدنيا فيها إيه عشان نتعامل مع ناس لا بتحبنا ولا بنحبها؟ احنا هنا في شغل، والشغل ما فيهوش منطق الحب والكراهيه ده خالص. ايوه، بس هو ما بيعاملنيش بمنطق شغل، بيعاملني بمنطق غريب جدا. معلش انا هتصرف معاه. لا، عشان ما يحسش انه له قيمه. انت عايش لوحدك مش كده؟ اه.
فين اهل؟ كلهم ماتوا، ما كانش ليا غير امي وابويا. ما اتجوزتش؟ اتجوزت، بس بصراحة يعني الستات بعد الجواز بتبقى حاجة تانية خالص. أنا آسف جدا لو لخبطت في الكلام ولا ضايقت حضرتك ولا حاجة، أنا بتكلم بطبيعتي. دي أحسن حاجة فيك. شكر. أنت نازل؟ آه نازل حابب أنا على القهوة. ما بلاش، أنا بخاف عليك. خاف عليا من إيه؟ أنا حابب عماد. مش ملاحظ إن أنت بتقابل عماد كتير قوي اليومين دول؟ هو في حاجة؟ محتاجني. آه عماد محتاج أي حد معاه يعلمه إزاي يعيش. يا سلام، وهو عماد ده صغير عشان حد يقوله إزاي يعيش؟ لا عماد مش صغير، بس عمره كله عدى من غير ما يعرف يعني إيه حياة. عماد مش زي ابنك، عماد غيره، ممكن قوي ما يقبلش ان انت تتدخل في حياته. وإذا قلت لك بقى ان عماد مستني ان انا اتدخل في حياته بس بيكابر يطلبها. طيب ممكن ما تتأخرش؟ طب ممكن حضرتك بقى تسيبيني انزل؟ خدي الفوطه دي. انت عرفت المكان ده ازاي؟ لا ده المكان ده له تاريخ معايا، انا اصلي عشت جزء كبير قوي من عمري هنا، عشان كده هتلاقيني لما بحب اقعد مع نفسي باجي اقعد في القهوه دي. يلا يلا، اوعى تقول لي انك ما بتعرفش تلعب طاوله. انا عمري ما قعدت على قهوه اساسا، انا كل علاقتي بالقهوه نكته سخيفه كنا بنقولها واحنا صغيرين. إيه؟ اللي هي بتاعت مره واحد جه يقعد على قهوه قعد على شاي. فعلا نكته سخيفه، بس انا كنت بقول نكته اسخف من دي وانا صغير. واحد جه يشرب قهوه الكراسي وقفت في زوره. لا دي اسخف. طب لما بتيجي تحب تقعد مع نفسك كده تقعد فين؟ في المكتب. لا انا قصدي حته غير المكتب يعني. في البيت. طب سؤال تاني يا عماد، وانت زمان وانت صغير كنت شاطر في المدرسه؟ ابدا، مع اني كنت بذاكر مذاكره، انا كنت بذاكر تقريبا 10 12 ساعه في اليوم، لكن بعد ما اذاكر اني افتكر حاجه ابدا. ليه؟ كنت بحلم. تحلم؟ اه انا كنت بحلم طول الوقت، بحلم اني بحلم، بحلم اني سافرت، بحلم اني بقيت غني مشهور ومهم جدا. انا لما كنت بحلم اني بحب كنت بعيش اتخيل قصه الحب دي بالساعات، كنت بنام وانا مصدق ان انا عشت القصه دي. انا كنت بحلم ان انا سافرت المكان بعيد قوي ما فيهوش اي حد غيري. لوحدك؟ اه لوحدي، اصل انا ببقى مبسوط قوي وانا قاعد لوحدي. شكرين يا عم. لا ما قصدتش، ما قصدتش انت طبعا. ما قصدتش يعني انت قضيت حياتك دي كلها بتحلم؟ يظهر كده. وانا كبرت. كبرت ايه؟ طب لما انت تبقى كبرت امال انا بقى ايه؟ لا انت عجزت. طب يلا يلا رص الطاوله. فقلت لك ما بعرفش العب. يا اخي احلم انك بتعرف تلعب، جت على دي. على رايك. يلا. حلو. ايه ده عم بيها ايه دي؟ اهو بص اهو، انت من هنا اهو، انت كده وكده، ادي خمسه ودي ثلاثه. تمام. بص انا بقى، يا سلام، سته ثلاثه. وسته وثلاثه فرقت ايه؟ فرقت واحد، مع ان انا مقضي عمري كله على القهوه. العب انا بقى. بقول لك ايه يا ليلى، ما تروحي للمعداوي يا حبيبتي. اللي حضرتك بتقولي ده يا طنط؟ انا هقول لك على حاجه، المعداوي كان بيحب يوسف قوي، وواضح ان يوسف ده كان اقرب حد لولاده ليه. صحيح. عشان كده يا بنتي هو مش مصدق ان مات، مش مصدق ان انت عملت كده عشان تحافظي على حفيده، والا كان هيسامحك. يعني ايه؟ يعني لو رحتي له وبص بس في عينين ساجد، صدقيني يا حبيبتي كل حاجه هتتغير. لا يا طنط ما اعتقدش. انت هتخسري ايه بس؟ ممكن يعمل اي حاجه في ابني. بقول لك ايه؟ انا هاجي معاكي. اكيد لا، مش هقدر اعرض حضرتك لموقف زي ده. اطمني يا بنتي، اكيد قلبه هيدله واحساسه مش هيخدعه. بقول لك ايه، انا دقيقه وهكون جاهزه، انا هلبس حالي.
زي عماد يا جلال شايف الدنيا من خرم ابره، فاهم ان اللي هو بيعمله ده هيخليه محامي كبير قوي. ايوه بس هو فعلا عمل سمعه كويسه. سمعه كويسه حاجه والحياه حاجه تانيه. انت عارف يا جلال في ناس كتير قوي قوي اتدربوا عندي في المكتب، انا حبيتك من ضمنهم كلهم. عارف ليه؟ ليه؟ لان حسيتك انك زي فاهم الدنيا كويس قوي قوي وعارف انت عاوز ايه، عشان كده استغربت لما قلت لي انك بتحب ميرفت اخت عماد، لان انت لا انت شبههم ولا هم شبهك. يا ريس يعني حبيتها كده من نفسي. حبيتها بس؟ بصراحه مش هو ده السبب الاساسي، بس يمكن كنت معتقد ان انا ممكن استفيد منه اكتر من كده. في دي بقى انت عبيط. لو عايز تستفيد خليك مع الكبير اللي تستفيد منه اكتر واكتر واكتر. احنا هنروح بعيد ليه؟ المثل مش بيقول لك لو عشقت عشق قمر ولو سرقت سرق جمل؟ ايوه صح. طب بمناسبه السرقه بقى والقضايا، المعدوي لما عرف ان ليلى طلعت اكيد بهدل الدنيا صح؟ اهو ده جلال اللي انا اعرفه. قول لي بقى انت عايز ايه؟ بصراحه يا ريس يعني انا محرج يعني، بس عماد طلع محامي عقر، عارف هو بيعمل ايه؟ بص بقى العيب في المحامي اللي قبلي مني، بس انا اكد لك ان انا هجيب لها اعدام. طب والمقابل؟ شوف بقى المعداو وكنوزه دي مغاره علي بابا اتفتحت. بس انا عايزك يا جلال سيب البنت اللي اسمها ميرفت دي، استغل انها مذبذبه معاك واخلع. اوعى تتورط في علاقه معاها، دول ناس انت مش هتستفيد منهم بحاجه ولا هم هينفعوك بحاجه. أنا طلبت من المحاسب يا عمي إنه يجيب لي الفايلز بتاعت مشروع الخمايل عشان أبص فيها، ورد عليا رد غريب جدا. قال لي لو عايزاهم اطلبيهم من مدام راوية. فعلا هو قال لي، وأنا سألته عن السبب. سبب؟ السبب يا راوية إن أنا بقيت بشتغل في الشركة وليا فيها زي مليكي بالظبط، وبما اني قاعده ما بعملش حاجه قلت ابص في الفايلز القديمه علشان افهم فلوسي وفلوس ولادي بتروح فين. بعد اذن عمي. شوفي يا حبيبتي، الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه، عشان لو طلعنا بسرعه هنقع برضه بسرعه. انا قلت للمحاسب يستنى شويه لحد ما اعرف انت عايزه تعرفي ايه بالظبط واقول لك عليه. خالد تعالى الشركة من بكرة، أنا فرشت لك مكتب. الله خبر حلو قوي. وانت يا صوفيا أي حاجة عايزة تعرفيها تعرفيها من خالد بشكل مباشر. ميرسي يا عمي. خالد دلوقتي هو المدير المسؤول، أي حاجة عايزة تعرفيها تعرفيها منه. مساء الخير. ايه اللي جابك هنا؟ بابا اهدى لو سمحت. بابا انا اعرف ان انتوا عيله كبيره وكرمة مع الغريب قبل القريب. انت مين يا ست انت؟ اطلعي بره وخدي الزباله دي معاكي. انا اعرف اكرمكم ازاي. يا بابا بابا لو سمحت اهدى، عيب كده دول في بيتنا يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البجاحه وقله الادب دي؟ امشي اطلعي بره. لو سمحت اهدى، لو سمحت اهدى، دول في بيتنا. ما ينفعش نعمل مغازل.
عرفها مقامها. انت بتعمل ايه؟ ولا تسوى. مفيش الكلام ده. ايوه يا بابا. سيبني يا خالد. لا سيبني بابا. سيبني يا خالد. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ هتوديها في داهيه يا بابا. ما ينفعش كده. سيب السلاح اللي في ايدك ده. بابا لو سمحت اهدى. لو سمحت اهدى. دول في بيتنا. ما ينفعش نعمل مقامها. عرفها مقامها. انت بتعمل ايه؟ ولا تسوى. مفيش الكلام ده. ايوه يا بابا. سيبني يا خالد. لا سيبني بابا. سيب يا خالد. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ هتوديها في داهيه يا بابا. ما ينفعش كده. سيب السلاح اللي في ايدك ده. ايه ده؟ هات ايه الكلام ده؟ عمي ده حفيدك ابن يوسف. انت الوحيد اللي عارف ان هو ابني. لما جيت شقتي وخدت ورقه الجواز بتاعتنا قطعتها بقى ولا حرقتها ما اعرفش عملت فيها ايه. بس انت عارف انه ده ابني. عندك حق ما تبقاش طايق تشوف وشي. قتلت ابنك بس هربي حفيدك لان حياه حفيدك كانت مقابل حياه ابنك. وانا كان لازم اختار بين ابني وابنك. امشي اطلعي بره. انت بنتي جايه من الشارع وعرفت ازاي تستغفلي ابني وتضحكي عليه؟ لا مش صحيح. عشان انت عارف يوسف كويس قوي وعارفه اكتر مني كمان. وكل واحد فيكم عارف يوسف. مستحيل حد يعرف يضحك عليه. اطلعي بره بقى. طب تعالى بص في وشه شوف حفيدك. هتتاكد ان هو ابن يوسف؟ اطلعي بره. اطلعي بره والا قسما عظما اقتلك. اطلعي بره بقى. انا مش عارفه البلاوي دي بتتحدف علينا منين. تعالى يا عمي تعالى 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 تعال. يلا يا بنتي قادر ربنا يجيب لك حقك. يلا يلا يا ليلى. انا مصدقك بس مش من هنا دلوقتي. امشي دلوقتي. يلا يا ليلى يلا. لحظة واحدة. السواق موجود. هيوصلكوا في أي حتة أنتوا عايزينها. يوسف كان قايل إن هو عنده أخ توأم. مش قادرة أتخيل الشباب اللي بينكوا إزاي كبير كده. خالد أنت مصدقني؟ مش مهم. ده الكارت بتاعي. علي النمر بتاعتي كلها. كلميني في اي وقت لو عوزتي حاجه. خدي. شكرا. صعبت عليك؟ آه. رغم اللي عملته؟ هي غلطانة بس يوسف الله يرحمه كمان غلطان. حرام حرام تحسب على غلطها وغلط يوسف. انت حاسس ان الولد ابن يوسف فعلا؟ مش مهم انا حاسس ايه. انت ليه اديتها الكارت بتاعك يا خالد؟ يمكن عشان خلفتي قبل كده عمرك ما هتحسي الاحساس اللي انا حسيته. او يمكن لو انا كنت خلفت ما كنتش عملت معاها كده اصلا. بس انا صعب عليا البيبي يكبر ويتعذب في حياته. يبقى طفل بدون هوايه. هيواجه الدنيا ازاي ده؟ لا 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 انا هقول لك. انت عملت كده علشان انت انسان كويس. انت حسيت بالمسؤولية ناحيتها وده اكبر دليل على ان انت انسان كويس. ممكن تكون انت فكرتك عن نفسك ان انت شخص مش كويس بس عادي. ده في ناس بتعيش سنين من عمرها وهي مش فاهمة نفسها ومش مقدرة قيمة نفسها. تقصدي ايه؟ تقصدي ان انا عبيط يعني؟ لا مقصدش ان انت عبيط. اقصد ان انت شخص حساس. انت انسان
انت في لحظه قررت انك تساعدها سواء كانت صادقه او كذابه. انت في لحظه نسيت كل العداوه اللي بينك وبينها، ونسيت اللي هي عملته، ومجرد ما شفت الطفل اللي على ايديها ونسيت ان هي قتلت اخوه. لا ما نسيتش ان هي قتلت اخويا. اوكي ما نسيتش ان هي قتلت اخوك، لكن برضو قررت تساعدها، ومش هنفي ان ممكن يكون جزء كبير من ده السبب فيه هو حرمانك من الاطفال، لكن ستيل السبب الرئيسي في اللي انت عملته هو ان انت انسان طيب، وطيب قوي كمان. اوقات كتيره الطيبه بتبقى حاجه وحشه، تخلي الناس تضحك عليك. مش مهم الناس خالص، الناس ما بيعجبهاش حاجه، الناس بتسب الشرير وتلعنه وتسخر من الطيب وتتريق عليه. اوعى تحط الناس في دماغك، اعمل اللي يريحك وبس. خالد ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب. عشان خاطري وافق على العرض اللي عرضه عليك والدك. انت لازم تبقى موجود في الشركه، وعايز انصحك نصيحه، بس ما تزعلش مني وما تاخدش مني موقف، وما تعتقدش اني بحاول اوقع بينك وبين راويه. ما تسيبش راويه تستفرد بالشركه، لازم تاخد مكانتك فيها. ان ما كانش عشان خاطر نفسك وعشان تحقق ذاتك، يبقى عشان خاطر ولاد اخوك. حلوين عصافير، مش معقول اشعار. يا حلوه يا عصفوره، ايه ده؟ لا لا لا، واضح ان انت مرتاح قوي لصوفيا. بصراحه اه، وهي دي حاجه وحشه؟ لا يا حبيبي، دي نطقت الحجر، بقالك ربع ساعة عمال تتكلم معاها، وأنا لما أطلب إن إحنا نقعد نتكلم مع بعض تجري كأنك شفت بعبع. ما سألتيش نفسك ولا مرة أنا بعمل كده ليه؟ يبقى أديني بسألك أهو يا حالي. عشان أنتي مستفزة، كل كلامك بيستفزني. أنتي عارفة أنا مستعملك ليه؟ عشان خاطر بابا بس. لا معك حق، أنت محتاج تحس بنفسك، تحس إنك راجل. هو انت لقيت واحدة غيري تعمل عليها راجل وما عملتش؟ جننت؟ جننت؟ اه جننت. جننت عشان ما عملتش كده من زمان. اسمعي كلام يا بنتي ويلا اطلعي باتي معانا. لا يا طنط انا همشي. تمشي ليه بس يا بنتي؟ ما تخافيش. ازاي ما اخافش عليك؟ ما تقلقيش يا طنط، انا عارفه انا هعمل ايه كويس. مش لازم اعرف، هتروحي فين؟ هقول لك، اكلمك بعدين. مصممه تمشي؟ ليش عليا؟ معلش ممكن تساعدني بس؟ مع السلامه يا منير. مع السلامه. كده ان هي خدت بالها ان انت مش عايزاها تبات معانا. ايمان راضي وام ابني، قصه الحب اللي بيني وبينها مختلفه تماما عن قصه الحب اللي كانت بيني وبين ريم. ايه؟ هو انت كنت بتحب قبل كده؟ اه. مدام ايمان كانت تعرف ان انت كنت بتحب واحده قبلها؟ اه طبعا كانت تعرف. لسه لغايه دلوقتي بتكلمها؟ كلم مين يا ابني؟ لعلمك بقى انا وريم ما شفناش بعض من زمان قوي، من اول ما سيبنا بعض. يعني ايه تقدر تقول كده يجي من 30 سنه؟ يا حكايه غريبه دي. ليلى. الو. ايه ليلى؟ ايه خير؟ كده؟ طيب خلاص خلاص، انا هجيلك حالا. اوكي اوكي يلا مع السلامه. ايه في حاجه ولا ايه؟ ليلى جت القاهره وهتقعد هنا، شكلها كده عايزه مكان تبات فيه. طب ما تجيبها عندي.
يعني هات عندي بس. هي قال له هتقعد مع ايمن تتكلم معاه وهتأنس. انت متاكد؟ اه متاكد. يلا يلا عشان ما نتاخرش عليه. انت كنت فين؟ قلقتني عليك. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. مساء الخير. ازيك يا عماد؟ الله يسلمك. اتفضل يا حبيبي. انا كنت مستنيه عمك مختار عشان اتعشى معاه. يلا حظك حلو بقى، نتعشى كلنا مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مدام ايمان. اه ليلى اللي انا كلمتك عنها. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا حبيبتي. اهلا وسهلا. يلا البيت بيتكو بقى. ها عن اذنك. بدي العيش، دول ناس طيبين جدا. انا مش عارفه يا عماد، انا محرجه قوي من الوضع اللي انا فيه. لا لا لا، ما يكونش عندك فكره. طالما الاستاذ مختار مبسوط كل حاجه هتبقى زي الفل. مختار، مختار، مش تقولي ايه اللي بيحصل عشان ابقى فاهمه؟ شايفة إيمان؟ شايفة قد إيه بريء ومستسلم للدنيا؟ مش خايف من حاجة خالص. سايب نفسه لأي هي تطبطب عليه. أنت ناوي على إيه بالظبط؟ هتقعد معاه. وماله؟ مفيش مانع. بس كان المفروض تقولي من الأول عشان أعمل حسابي وأظبط لها مكان. هتظبط إيه بس؟ هي هتقعد هي وابنها هنا. في الأوضة. ده انا طلعت روحي لحد ما عرفت اوصل لك. الولايه امك بدياني العنوان غلط. انت خرجتي امتى يا منكوسه؟ النهارده الصبح. طب ما جيتيش على طول ليه؟ قلت اروح اشوف حالي. لقيت الولايه الواطيه واخده الشقه وسرقاني، اديتها علقه لحد ما بطلتها كده اهو، ورحت تف عليها وجايه لك. يعني انت بقيتي زي حالاتي كده. اه يا اختي. طب اشربي الشاي. اشربي. لا شاي ايه، انا جعانه. انا عايزه كباب وكفته. هجيب لك كباب وكفته بس لما ربنا يفرجها شويه. اما انا لو نزلت نازله واحده بس جامعه الدول اجيب لك الجمبري الجامبو. بقول لك ايه، ما تكمليش، انت عارفاني انا اكلها بدقه ولا اني مش انا بهزر معاكي، انت هتقعدي تنظري. بقول لك يا نجوى، ما تسيبك بقى من القاري المهبب ده وتعالي اشتغلي معايا. وانت بتشتغلي ايه بقى يا ترى؟ عقبال عندك شغاله. انت فاكراني بهزر؟ انا بتكلم بجد. مش احسن ما كنا؟ لا يا حبيبتي مش احسن خالص بقى على فكره. الا صحيح قولي لي اخبار البت ليلى ايه دي، وحشاني. عايزين نروح نزورها ونشوف ايه اللي حصل لها. الحمد لله كويسه، بس انا قلت اظبط حالي وبعد كده اروح لها. بقول لك ايه، انا مش شفت ابتسام؟ لا يا شيخه. اه والله. ابتسام مين؟ ابتسام الممرضه بتاعت مستشفى السجن، كانت بتعمل تحاليل حمله عند امي في المستشفى. على فكره هي طيبه قوي وغلبانه، هي اللي جابت لي الشغلانه دي. وانا مال امي انا بتعمل تحاليل حمله ولا تحاليل سكر؟ ناقص تقول لي هتولد طبيعي ولا قيصري. بقول لك ايه، خليكي انت في ابتسام وانا هخش انام. سلام. طب والشاي؟ اشربيها انت. بنت المجنونه دي. ممكن اعرف ايه اللي مضايقك قوي كده؟ اللي حصل هو امبارح ده انت بتحبها بقى يا مين؟ هو في غيرها؟ راويه. هو الراجل ما يزعلش لما يضرب ست الا اذا كان بيحبها قوي. انا عمري ما كان فارق معايا راويه ولا غيرها. انا راويه اتفرضت عليا، يعني كان بالغصب. انا عمري ما حسيتها يا اخي، عمري ما حسيت اني عايز المسها ولا اقرب منها. أنا يوم ما اتجوزت روية اتمنيت إني مخلفش منها، بالذات بعد ما عشت معاها شهر واتنين. اتأكدت إنها ما بتحبنيش، وتأكدت إنها اتجوزتني بس عشان أبويا وفلوسه وشركاته ونفوذه، بالذات إن أبوها كان طول عمره نفسه يبقى عامل زي أبويا ومعرفش. هي أمها راحت فين؟ اتجوزت. هي لسه عايشة؟ عايشة.
اتجوزت وسافرت مع جوزها. هو ده اللي خلى بابا مصمم ان انا اتجوز راوية عشان يحافظ على لحم ودم العيله. ايه اللي بيضحكك قوي كده؟ اصل دلوقتي عايزني اتجوز صوفيا عشان احافظ على اولاد يوسف، يعني احافظ على لحم ودم العيله تاني. الظاهر ان انا اتوجدت في الدنيا دي عشان احافظ عليهم بس، انما انا بقى طز. يلا رايح على فين بس يا خالد؟ روح عشان شويه هوا، عايز اشوف ناس جديده. انت عارف انا ساعات ببقى عايز انزل في الشارع زي المجانين، اقعد ابص في وشوش الناس ويبقى عندي يقين ان انا هلاقي واحده، واحده تحبني لله في لله، مش عايزه مني حاجه، مش عشان ابويا غني ومعايا فلوس، لا عشان انا. تصدقني لو قلت لك انك مصعبه على نفسك قوي، وحياتك عندي انا لو مكانك لكل يوم واحده واحلى كوكتيل من احلى مزز ودلع نفسي اخر دلع، انما انت مش فاهمك فقري. لا انا مش فقري، انا بس مش زيك. يلا عايز حاجه؟ لا شكرا. تحب اجي اوصلك؟ لا خليك، انا عايز ابقى لوحدي. ماشي يا معلم، سلام. الو. هاي هاني، ازيك؟ خير؟ انا قلت بس استاذن منك، بكره عايزه اتاخر ساعه عن الشغل. وانا ايه اللي دخلني في حاجه زي كده؟ بتكلم حد من شؤون العاملين. معلش انا افتكرتك يعني المديره المباشره بتاعتي، فعشان كده طلبتك. اوكي ماشي، تقدر تعمل كده. هو انت صوتك تعبان او حاجه او مش نايمه او كده؟ معلش اصل انا تعبانه شويه. طيب يعني اقدر اعتبر نفسي انا وانت اصدقاء واقدر اتناقش معاكي بره الشغل في اي حاجه؟ تقدر. طيب اخبار خالد ايه؟ لسه مزعلك؟ هو عندك؟ لا كان عندي ومشي. ايه بقى قالك؟ وعشان كده انت متصل؟ لا هو ما قاليش على اي حاجه، بس انا حسيت يعني ان صوتك متغير مش اكتر. انا اسف جدا. هاني انت فين؟ انا في البيت. طيب انا كنت بفكر اخرج اقعد في حته كده اغير جو، تحب تيجي؟ عينيا تأمريني. اوكي باي. روق يا عمي. شكرا. انت كنت عصبي جدا. ما بطيقش اشوفها قدامي، مش قادر. هو انا ممكن اقول لك على حاجه؟ طبعا. يوسف الله يرحمه اكتر اتنين كانوا عارفينه انا وانت، انا علشان جوزي وانت عشان ابنك. انت اكتر واحد يعرف هو كان يقدر يعمل ايه وما يعملش ايه. احنا مش ملايكه ولا شياطين، احنا بشر. ممكن جدا واحد يخطر في باله انه يعمل حاجه يعتقد بيها انه هيغير الكون من حواليه. انا مش فاهم انتي تقصدي ايه بكلامك ده. انا اقصد انه بس حضرتك لو حررت دماغك من اي شيء سيء وفكرت شويه بحياديه هتستريح. انا عارف انت عايزه تقولي ايه، لكن مستحيل
يوسف قال لي قبل ما تحصل الحكاية على طول، قال لي إنه مستحيل يخلف منها. أيوه، هو العلاقة بينه وبينها كانت زي أي علاقة بين اتنين، بس هو اتجوز عشان مش عايز يحس إنه عامل حاجة غلط. يعني هو قال لك إنه الولد ده مش ابنه؟ مش بالظبط يعني. أنا فعلاً قلت لها تعمل حسابها إنها طلقها. أنت بتاخد رأيها؟ أخد رأي مين يا بابا؟ أنا بس ما أحبش أظلم حد، خصوصاً إن أنا اللي جريت وراها. طب الحق نفسك بقى بسرعة قبل ما تخلف منها، وساعتها مش هتقدر تعمل حاجة. وأنا لا يمكن أخلف منها، ما تقلقش، أنا عامل حسابي كويس. يعني مش هتجيلنا يوم من الأيام تقول إنها شايلة منك؟ والله لو جات وقالت كده اتأكد إنه مش ابني. ماشي، تجيني بكرة بقى وتقولي إن الموضوع ده خلاص خلصنا منه. كل اللي أقدر أقوله لك إنه مش دايماً بنكون صادقين في كل كلمة بنقولها وفي كل حاجة بنعملها. عن إذنك يا عم. آسف جدا يا روي. لا ولا اتأخرت عليك. معلش معلش ولا ايه؟ على فكرة أنا جعان جدا، أنت عارفة بقى حياة العزوبية الأكل بيبقى حاجة سنوية عندهم. أحمد ربنا إنك مش متجوز، بلا جواز بلا قرف. أفهم من كده يعني إن أنت من رأيك إن أنا أصرف نظر عن موضوع الجواز؟ لا أنا مش قصدي خالص، هو وأسفة كمان إن أنا بتكلم نتيجة انفعال. طب راوية، هو أنا ممكن أتدخل ما بينكم؟ أنت عارفة يعني علاقتي بخالد، وعلى فكرة خالد طيب جدا ويستحيل يزعل حد منه. والله لا، في حاجات كتيرة قوي أنت ما تعرفهاش عن خالد، أنا بس اللي أعرفها. طبعا هو بالنسبة للناس الطيوبة الكميلة اللزوز، وأنا الساحرة الشريرة. لا أوعي تقولي كده، قصدي يعني بالعكس، أنا عمري ما شفت زوجة بتحب جوزها وقلقانة عليه بالشكل ده، وخصوصا لما جيت خدتيه من عندي. بصراحة أنا حسدته واتمنيت إن ألاقي واحدة تحبني بالشكل ده. راوي، أنا من رأيي إن مش عشان مشكلة صغيرة ننسى كل حاجة حلوة. على أساس إن أنا متمرمغة في السعادة والهنا؟ أنت غلبان. راوي، خالد صاحبي جدا وحكي لي كل حاجة، وأنا عارف إن موضوع الخلفة عامل مشاكل كبيرة قوي ما بينك وما بين خالد. لا أبدا. على فكرة يا راوي، أنا أعرف دكتور كويس جدا وممكن أحجز لك عنده، عشان أنا كل اللي يهمني إن أنتوا تعيشوا حياة مستقرة وبس. أفهمك إن أنا السبب؟ خالد هو اللي ما بيخلفش مش انا. انا اسف جدا. انا اسف بخسارك يا خالد. هو فهمك ان العيب مني انا؟ لا بس اوكي خالد. ماشي يا خالد ماشي. مدام روية، ارجوكي ما تقوليش لخالد ان انا فتحت معاك الموضوع ده، لان انا لو كنت اعرف ما كنتش فتحته من اساسه. انت ذنبك ايه؟ خالد هو الزباله. ها ايه الاخبار يا حمص؟ كله تمام، واخر الاخبار بالصور كمان. ايه ده؟ اخدها بيت واحد معرفته وهي قاعده هناك دلوقتي. الله عليك. يبقى الخبر كالاتي، محامي مشهور على علاقة بموكلته. ادخل. صباح الخير يا منصور بيه. اهلا. صباح الخير يا جلال. ايه يا ابني شكلك مش نايم؟ طول الليل بفكر في الكلام اللي انت قلته لي. شوف يا ابني، الفرصة ما بتجيش للبني ادم
غير مره واحده، وانا عشان بحبك وبعزك جايبها لك، وبقول لك اللي هيدفعه لك المعدو بيه في اللي انا طلبته منك مش قليل. ايوه باشا، بس دي هتبقى مصيبه لو اتكشفت. مين اللي هيتكشف؟ مين اللي هيعرف اصلا ان انت ورا الحكايه دي؟ ماشي، اعملها ازاي بقى؟ مش عارف. لا دي بتاعتك بقى، اسمح لي يا جلال. شوف يا جلال، القضيه كبيره مش بسيطه، وكلها في مكتب اللي اسمه عماد. يعني لو ملف القضيه راح للخصوم واتعرف ان عماد هو اللي سربه للخصوم، مش هيسيبوه، هيبقى فيها شطب من الجدول، وده بقى اللي احنا عايزينه. وانت ساعتها هتقبض 200,000 جنيه. ايه بتفكر كتير ليه؟ انا هرد على سعادتك بكره. دلوقتي؟ ايوه، ما انا هرد على سعادتك النهارده اقول لك هعمل ايه بالظبط. حلو الكلام. انت بقى تسلم الملف، تستلم في التو واللحظة 200,000 جنيه. على فين كده على الصبح؟ هروح للبت ليلى. وانت عارفة هي قاعدة فين؟ لا معرفش، بس اعرف مكان المحامي بتاعها، هروح له واسأله عليها، هو هيدلني على مكانها. صدقتي طلعتي بتفهمي؟ ما انا عارفة يا اختي من بقى. خلاص هخلص شغل واكلمك. ماشي يا عسلية. يا صباح الفل. ايه ده؟ ميرسي. انا قلت اجي اصبح عليكي كده ونفطر سوا. قلتي ايه بقى؟ المفاجأة الحلوة دي، ورد وصباح حلو وفطار. ايوه. في ايه؟ عد الجمايل بقى. انا بصراحة كده ميرفت فكرت ولقيت ان احنا تعبين نفسنا على الفاضي. يعني ايه يعني؟ اشتغل موظف، افتح مكتب لوحدي، ايه المشكلة؟ المشكلة انا وانتي. عايزين نعيش سوا ولا لا؟ لا فهمني بقى في ايه، لان انا كده مش فاهمه حاجه. انا اقول لك يا ست الكل، احنا لازم نقعد مع بعض كده ونفهم بعض ونحدد احنا عاوزين نعيش مع بعض ولا عاوزين كل واحد فينا يفصل للتاني على مقاسه. وانت شايف ايه؟ انا شايف ان احنا لازم نقرب من بعض، لازم تفهميني، ولازم كمان يعني نقبل بعض زي ما احنا عشان نعيش كده مبسوطين وسعداء. ها إيه، ما قلتليش هتفطري ايه؟ لا الفطار ده سيبه عليا. لا سيبه عليكي ايه، ما انا خلاص انا بسالك كده ودي يعني، لكن انا كده كده طلبته. ايه رايك الاول نشرب كوبايتين شاي نفوق؟ حاضر، ميرسي على الورد. عادي، دي اقل حاجه حبيبتي. بقول لك يا ميرفت، هو عماد هيتأخر النهارده ولا ايه؟ لا لا زمانه جاي. مش عوايده يعني، ده هو المفروض ان هو بيصحى الصبح كده ويجي على هنا على طول. اصله سهر امبارح. سهر؟ عماد يسهر؟ ده خيال علمي اللي انت بتقوليه ده. حطيت الميه على النار. لسه هتحطي؟ طب ما تروحي تكملي. طيب ولا نبعت نجيب الفطار؟ هتفطرنا ايه طيب؟ افطرك الكباب الشعبي، فول وطعميه وبطاطس ومسقعه. ايه ده كل ده؟ امال ايه طلبته؟ خلاص بقى. ازيك يا عماد؟ اهلا. هتسال عليا؟ لا لا مفيش حاجه. طب انا في المكتب جوه. اوكي. ايه ده؟ بيقول لي ازيك يا عماد؟ ده واضح ان هو مش مفوق خالص. ممكن بقى مالكش دعوه بيه، طلعه من دماغه. خلاص ماليش دعوه. مساء الخير. إيه هو الأستاذ عماد موجود؟ اه موجود، أقوله من حضرتك؟ إيه قولي له نجوى القاضي.
في واحدة اسمها نجوى القاضي عايز تقابل حضرتك. خليها تدخل. مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا مساء. انا اسفه يعني لو كنت جايه لك كده من غير ميعاد. لا لا مفيش حاجه. اتفضلي اتفضلي تحت امرك. شكرا. اصل انا يعني الصراحه كنت جايه لك في موضوع شخصي. شخصي؟ عايز اسالك على ليلى. اصل انا يعني كنت حاولت اوصل لتليفوناتها وكده هو ما عرفتش خالص، فقلت اكيد مفيش يعني غير المحامي بتاعها هو اللي هيدلني على مكانها، رحت جايه لك على طول. مين حضرتك؟ انا صاحبتها. اهلا مساء. اشربي اي حاجه. قهوه؟ ماشي قهوه. اعملي اتنين قهوه. انا اسف احنا ما تعرفناش على بعض. انا نجوى القاضي. قول لها بس ان انا نجوى بتاعت جامعه الدول وهي هتفتكرني على طول. الو. يا ليلى، في عندي هنا حد، واحدة بتقول إنها اسمها ليلى. اسمها نجوى. نجوى نجوى يا ليلى، أنا نجوى بتاعت جامعة الدول يا بيت. لولا وحشتيني. عاملة إيه يا حبيبتي؟ اللي بيعيط ده يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي نجوى يا أختي جميلة. الواد ما بيكبرش ليه؟ مش بتأكليه ولا إيه؟ حبيبي بس. عاملة إيه يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ كويسه. راحت في جامعه الدول، انت عايزه توديني في داهيه؟ اختي هو يعني كان فاهم حاجه؟ ولو كان فاهم كانت تبقى كارثه. سيبك مني، طمنيني عليكي، اخبارك ايه؟ انا كله تمام الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. على فكره انا قاعده عند البيت شيماء في السيده. ايه ده بجد؟ عامله ايه دي؟ وحشتني قوي. اردى هتعمل ايه يعني؟ اشتغل خدامه. ايه خدامه دي؟ ما تنقي الفاظك. الله في ايه؟ مش دي الحقيقه يا بنتي؟ كلامك زي الزفت، بيطلع زي الرصاص. ايه الاسلوب ده؟ والله يا ريت الرصاص ده يطلع ويريحنا من الهم اللي احنا فيه ده. المهم طمنيني عليكي، ناوية تعملي ايه؟ هتقعدي هنا كتير؟ اكيد، بس انا لازم اشتغل. طبعا لازم تشتغل. امال هتصرفي منين؟ وهتربي الواد المسكين ده راخر منين؟ الحمد لله على كل حال. ايه يا بنت جو امينه رزق اللي انت فيه ده؟ بلاش غلب، والنبي انا ما بحبش الطيبه الزياده دي، بتنرفزني بتخليني اتعصب. عايزاني اعمل ايه يعني وما عملتوش؟ تنشفي كده وتجمدي. مالك يا لولا؟ شكلك كئيب كده ليه يا حبيبتي؟ انا رحت المعدة وبيته. ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ هعمل ايه يعني؟ قلت يمكن لما يشوف ساجد يحن ولا حاجه. يحن ايه وزفت ونيله ايه؟ ده لو كان هيحن ولا لو كان عنده قلب من اساسه وما كانش سابك تولدي في السجن. اللي انت عملتيه ده غلط. الناس دي لازم تفهم انك تقدري تجيبي حقك منهم وبالعافيه. ما اعرفش، هو ده اللي جه في بالي وخلاص. قلت بدل المحاكم والقضايا والقرف. اهو انت كده خليتيه يفهم انك ضعيفه ويا عيني غلبانه وبتحاولي تحنني قلبه عليكي. الناس دي يا بنتي ما ينفعش تتعاملي معاهم كده، لازم تحسيهم انك اقوى منهم وانك تقدري تجيبي حقك من حبابي عينيهم. سيبك مننا. قولي لي بقى، انت ناويه تعملي ايه؟ هشتغل طبعا. تاني يا نجوى؟ مش هبي تطلعي بره. الله، في ايه؟ هشتغل شغلانه شريفه. هتشتغلي ايه؟ رقاصه. ما تقفشيش كده، مالك؟ هرقص بس والله. اصلا تعبت خلاص وزهقت، نويت اعتزل. يا شيخه، هتعتزلي ده عشان تروحي تشتغلي رقصه في كباريهات؟ كباريهات؟ مين قال كباريهات؟ انا جبت سيره كباريهات. وما ترقصي فين ان شاء الله؟ في الندوات الثقافيه؟ في الفنادق، في المطاعم الكبرى، وفي النايت كلابز السمعه الجيده والحسنه. ادخل. مساء الخير. مساء النور. انا قلت اعمل لكم شاي. ميرسي يا عم، تسلم ايدك. انا اسفه لو كنت جيت وازعجتكم يعني وضايقتكم. لا بالعكس يا فندم، بيت بيتك، تنهاري في اي وقت. شكرا. بعد اذنكم. اتفضل. يا بنت الراجل القمر الوسيم المهندم ده. تلمي، انا فاهمك كويس يا نجوى. لا في ايه؟ شفتيش حلاوته؟ شفتي الرب؟ احترمي نفسك، ده ابوكي. وايه يعني يا ماما؟ في ايه؟ اقول لك ايه؟ مراته عايشه؟ ايوه عايشه يا نجوى. في ايه؟ هو ده عيبه بقى، نكدي عليا. يا بنت تهدي. تهد؟ ده مقرش. ادخل. مساء الخير. مساء النور. انا قلت اعمل لكم شاي. ميرسي يا عم، تسلم ايدك. انا اسفه لو كنت جيت وازعجتكم يعني وضايقتكم. لا بالعكس يا فندم، بيت بيتك، تنهاري في اي وقت. شكرا. بعد اذنكم. اتفضل.
بنت الراجل القمر الوسيم المهندم ده. اتلمي، انا فاهمك كويس يا نجوى. لا في ايه؟ شفتيش حلاوته؟ شفتي الرب؟ احترمي نفسك، ده قد ابوكي. وايه يعني يا ماما؟ في ايه؟ اقول لك ايه؟ مراته عايشه؟ ايوه عايشه يا نجوى. في ايه؟ وده عيبه بقى، نكدي عليا. يا بنت تهدي. تهد؟ ده مقرش. اسمه هاني مهدي، هو صديق شخصي للاستاذ خالد، وهو اللي وصى عليه. ومدام صوفيا خدت مكتب يوسف، واعتقد انه من المكتب اللي بيتم تجهيزه دلوقتي هيكون مكتب خالد بيه. خالد؟ غريبه دي الحقيقه. انا مش حاسس انه خالد بيه هيكمل معانا بالشركه وحابب الشغل معانا، بس المعداوي بيه هو المصمم على ده. طب اندالي اللي اسمه هاني الموظف الجديد ده. حاضر. ما هي ناقصه. ممكن ألاقي نفسي مرمية برا الفيلا والشركة لوحدي، ماليش أي حد. اتفضل. كويس إنك جيت، كنت لسه هبعتلك. بصراحة قلت لازم أطمن عليكي، المرة اللي فاتت كان شكلك تعبان أوي، وانا الناس اللي بتبقى قريبه من قلبي بزعل قوي لما يكونوا مش مبسوطين او سعداء. مبسوطين او سعداء؟ اتفضل اقعد. انا عمري ما كنت مبسوطه ولا كنت سعيده. عمري يا هاني، عمري. معقوله؟ معقوله مدام راويه ما تبقاش عايشه مبسوطه وسعيده؟ امال مين بس اللي يبقى عايش مبسوط ومستريح؟ انت فاهم غلط، الموضوع مش زي ما انت فاهمه خالص. احنا اللي بنقرر وبمزاجنا. انا اسف يعني لو اتكلمت معاكي ببساطه قوي كده. بالعكس، انا مبسوطه ان انت بتتكلم معايا بالبساطه دي. اهو على الاقل احس اننا اصدقاء وقريبين من بعض. تعرفي يا مدام رؤيا، انا عمري ما مشيت في سكه وكملت معايا للاخر، ومع ذلك ما بزعلش ولا بحمل نفسي فوق طاقتها ولا بجلد نفسي، لأن عارف إن كل ده مش بإيدي. صوابعك مش زي بعضها. بس اسمحي لي، أنت اللي عاملة في نفسك كده عشان على طول بتفكري في اللي حواليكي، يا إما بتفكري في خالد، يا إما بتفكري في الشركة، يا إما بتفكري في المعداوي، يا إما بتفكري في صوفيا، ده حتى يوسف الله يرحمه بتفكري فيه. مين قال كده؟ أنا متأكد من كده، لأن كل اللي بيحصل حواليكي مأثر عليكي جدا. ده حتى هاني اللي قاله لك خالد ده مش صح، هو السبب في عدم الخلفة مش أنا. أنا مستحملة لأني ما عنديش حل تاني، ماليش حد. مش فاهم يعني. ما أقدرش أقول إن أنا مش عايزة أعيش مع خالد، ما أقدرش أقول إن أنا محتاجة أبقى أم. ما دام اتجوزت خالد يبقى لازم أعيش وأموت معاه. تأبيدة. ده إيه المنطق الغريب ده؟ يعني لو انت السبب كان هيعمل كده؟ لا طبعا، كان زمانه متجوز وجايب قرطة عيال. بصراحة اسمحيلي يعني اتدخل، ده ظلم وظلم واضح جدا كمان. ميرسي قوي ان انت جيت واتكلمت معايا، كنت محتاجة افضفض مع حد. وانا تحت امر سعادتك في اي وقت. بعد إذنك. تفضل. أستاذ هاني؟ أستاذ أيوة. هاني؟ أيوة. أستاذ كمال مدير عامل حسابات عايز حضرتك. ماشي، حاضر. أنا وعدتك. بس اللي حصل ده ما كانش كفاية. لا، واحدة واحدة، كل حاجة لازم يبقى ليها ترتيب. أنا ما ينفعش أهجم هجوم قاتل كده، هيفهم إن في حاجة غريبة. على أي حال، أنا حطيت في حسابك المبلغ المتفق عليه. وأنا بقى ليك عندي خبر بكرة هيبسطك قوي. أوكي، تشاو. باي.
مساء الخير استاذه رجاء. اهلا وسهلا. كنت حابه اقعد مع حضرتك شويه. حضرتك مين؟ انا ميرفت اخت الاستاذ عماد المسؤوله عن قضيه مدام ليلى حرم الاستاذ يوسف المعداوي. المعداوي بيه اللي لسه كان مع حضرتك دلوقتي. اهلا وسهلا. اتفضلي. انا زي ما وعدتك عيب عليك، المقاوله كلها بتاعتك. وانا عمري قلت لك حاجه وما نفذتهاش؟ تسلم تسلم يا حبيبي، مع السلامه. اهلا اهلا اهلا، نورت الشركه. اهلا بيك كمال بيه. انا في الحقيقه زعلان منك. ليه بس؟ ما اقدرش. وعلى العموم لو زعلتك ولا حاجه، انا برضو موظف جديد وفي حاجات جديده كتير ما اعرفهاش، انا اسف. لا بس مش المفروض الموظف الجديد يجي يتعرف على مديرينه ولا ايه؟ لا انا اسف جدا يا فندم، فاتتني دي، فاتتني. طب وده انا بقى اسميه اهمال؟ لا 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 مش اهمال خالص، حضرتك تقدر تسميه عدم خبره وعدم ادراك لطبيعه العمل في شركه كبيره زي دي. انا فعلا غلطان، انا اسف. تشربي؟ لا ما فيش لزوم، شكرا. يبقى انت زعلت. لا 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 معقوله برضو ازعل من سعادتك ازاي بس يا فندم؟ ده حضرتك مديري، وعلى ما اعتقد برضو انا شغلي هيبقى تحت ايد سعادتك، ولما حضرتك تندهني وتنبهني وتوجهني دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، لاني اكيد هستفيد من خبرتك في اداره المكان. ماشي. طب استاذن انا سعادتك. الا قول لي صحيح، انا سمعت ان انت صديق شخصي للاستاذ خالد. بصراحه يا فندم انا اول ما بدخل الشركه هنا بنسى علاقاتي الشخصيه تماما، وخصوصا لما يبقى مديري واحد زي سعادتك. فعلا برافو عليك على فكره. متشكر جدا. الله يخليك. الحقيقه انا احب اكون صريحه معاكي وما الفش وادور. اخويا رغم ان هو ليه خبرته المفروض ان هو بيفهم الناس كويس قوي، محامي كبير جدا، لكن هو عنده مشكله كبيره قوي. اللي هي ايه؟ ان هو دغري بزياده، ما بيعرفش يلف ويدور. انت كده بتغلطي فيا؟ لا لا لا، انت اللي خدت الكلام على نفسك، لكن انا ما اقصدكيش خالص. طب حضرتك بقى ممكن تفهميني صح ايه؟ حلو قوي الكلام اللي انت بتكتبيه عن عماد اخويا. عارفه الكلام ده بيعمل ايه؟ بيخليه يتشهر جدا. اقول لك على حاجه، ليلى وعماد بيفكروا يتجوزوا، يا ريت تكتبي الكلام ده عندك. عارفه لما تكتبي الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ الناس كلها هتتكلم عليهم، هيقولوا يا ترى واحد مهم زي عماد ممكن يتجوز واحدة زي ليلى متورطة في قضية إلا لو كانت فعلا مظلومة، والكلام ده هيقوي موقفنا جدا في القضية. وبعدين؟ ده غير إن أنا بقى بعد ما شفت المعداوي عندك هكلم كل أصحابي الصحفيين. ما أنا صحيح نسيت أقولك إن أنا كمان عندي أصحاب صحفيين، مش المعداوي بس اللي عنده، هكلمهم كلهم وهقول لهم ينزلوا ده كخبر عندهم في جرايدهم. خلصتي كلامك؟ لا لسه في كلام تاني عايزه اقوله. مهنه الصحافه مهنه شريفه جدا وراقيه ومحترمه، لكن للاسف في بعض الناس دخلوها وحاولوا يلوثوها ويتاجروا بيها، وما يعرفوش ان هم كده بيعرضوا نفسهم للخطر وللسجن كمان. طب اتفضلي بقى، المقابله انتهت. عايزاكي تفكري في الكلمتين اللي انا قلتهم لك دول كويس، علشان المره الجايه مش هقعد وارغي معاكي، هيبقى ليا تصرف تاني خالص. انتي بتهدديني تاني؟ لا العفو، انا حتى ما اقدرش اهددك بعد ما شفت المعداوي بيه عندك، ده راجل جبار محدش يقدر يقول له لا ولا حد يقدر يعمل له حاجه. بس انا بس حبيت انبهك، وعايزه اقول لك حاجه اخيره، المعداوي بيه واللي زيه يفضلوا معاكي لحد ما ياخدوا منك اللي هم عاوزينه، وبعد كده يسيبوكي تقعي لوحدك. شكلك مبسوط ومزقطط. الا مبسوط، ده انا طاير من الفرح، ما عندكيش فكره. لو اعرف كده كنت جوزتك. ايه ده ايه ده؟ تعرف ان انا بتاع الحاجات دي؟ انا في حاجه واحده بس حلوه في حياتي، انت يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا يا رب. خليك ليا يا رب. اهلا اهلا بالقمر. ايه؟ تعالي تعالي انت كلي مع ايمان، وادينا انا ساجد ده العب بيه شويه. تحيا يا حبيبي. مش عارفه اقول لك ايه. ايه ولا تقولي اي حاجه. يوه
مين الرخم بقى اللي بيخبط علينا دلوقتي؟ ده هتلاقيه عماد اكيد. ايوه مفيش رخم غيره. تعالى يا جودة، تعالى يا جوجو، نفتح الباب نشوف الواد الرخم اللي اسمه عماد ده جاي عاوز ايه دلوقتي ساعة الغدا. تعالي يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك الأستاذ مختار. أيوة يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ كده يا أختي توجعي قلبي عليكي. تعالي يا أختي. ازيك يا ليلي؟ كويس. احنا حظنا حلو، احنا كنا لسه هنتغدى اهو. اتفضلوا معانا بقى. ده عمي فارس. اهلا وسهلا يا فندم. ست بهيرة مش كده؟ ده ليلى ما بتبطلش كلام عليكم. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا ان شاء الله يخليكي. اهلا اتفضلي. ليلى دي بنتيني وحته منيني. ده انتوا نورتونا. ايمان تعالي عايزك. ها طيب حاضر اتفضل اتفضل. تعالي 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 يا اختي وحشتيني. تعالي يا اختي تعالي. عامله ايه؟ اقعدي اقعدي. ليه كده يا ليلى؟ اللي ده ما فيهوش كلام. تعملي فينا كده؟ ده حتى المتر عماد اللي مرضيش يديني العنوان إلا لما حلفته بأغلى حاجة عندي. بص يا دناي، إحنا مش جايين عشان كده. إنتي حري تقعدي في المكان اللي يلد على دماغك. عايزة تقعدي هنا براحتك، عايزة ترجعي بيت عمك على راسنا من فوق. اسمعي يا ليلى، إحنا لا جايين نزيد ولا نعيد. أنا جاية بنتي عشان أخلص ضميري، واللي عشان أرمي حملي من على كتافي شايله بقالي سنين. امسكي يا ليلى. ايه ده؟ ده حقك يا بنتي، حقك في مراث ابوكي الله يرحمه. بس اللي انا اعرفه ان بابا خد ميراثه من زمان ولا ايه؟ لا يا ليلى، في حاجات كثيره انت ما تعرفيهاش. شوفي يا ليلى، طمع الدنيا زي البحر الهائج، وانت على البر تحسي انك سهله تعدي. تركبي مركب وتعفري بيها، وموجو يعلي وشطانك يقول لك لا، انت اجمل، انت اقوى، انتي لازم تهزي بيه وتربطيه. ايه واللي تتغر يا ليلى في الدنيا وزهوتها، واللي تنسي انها مش دايما لحد، واللي محدش بياخد معاه حاجه. خدي يا بنتي، دي حقك من ورث ابوكي اللي احنا خدناه يا بنتي. واني بقول لك اهو وبعترف لك انني اللي كنت السبب اللي وزيت عمك ياخد حقكم. موت امك يا ليلى خلاني احس اني هحصلها قريب، وكل يوم احلم بيها واشوفها واقفه قصادي زي ما تكون بتعاتبني وتقولي عملتي فيه ليا كده انا وبنتي. خدي يا ليلى حقك. بس انا مش عايزه حاجه. مش عايزه حاجه ازاي يا ليلى؟ ارجوكي خديه وريحيني، دي حقك. ان شاء الله حتى يا بنتي تروحي ترميك في البحر. خدي يا ليلى، واحنا موجودين واهلك ونستغناش عنك ابدا. اوعي تزعلي من كلام العيال الصغار، ما يفهموش حاجه، خايبين يا ليلى. وانتي بنتين يا ضنايا زي ما هم عيالنا بالظبط. يلا يا بهير يلا بينا. هتابعك يا اختي، كلميني بس قولي لي عايزاكي يما بهيري، واني هكون عندك رهوان. فوتك بعافية يا أختي. خدي بالك من نفسك يا ليلى، ولو احتجتي أيتها حاجة أنا في مقام والدك يا بنتي، وبيسلمي لنا على الأستاذ مختار. بيكلميني يا ليلى. مع السلامة يا بنتي. السلام عليكم. ولد زي ما يكون شم ريحة السرير، أول ما حطيته فوق نام على طول. في يوم الخير والله، هو في حد بيعمل كده؟ متضايق؟ وهتتضايق ليه؟ هما الناس قالوا حاجة تزعل؟ كل اللي قالوا يزعل يا إيمان. بقول لك إيه؟ ما تيجوا نتغدى قبل ما الأكل يبرد. يلا 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 تعالي تعالي حبيبتي يلا. اتفضلي حبيبتي. عارفه ايمان،
الفلوس دي تمن الله تبعد عنهم، خايفين على سمعتهم، نفس الوقت مش عايزين يقابلوا ربنا وذنبك في رقبتهم ولا عليهم دين. بيبقى الحل الوحيد ايه؟ الفلوس. بس انا هرجع لهم الفلوس دي. لا لو هتعملي كده، في الاول وفي الاخر ده حقك ووصلك. مرات عمك خايفة من ربنا، خايفة لا تموت ويفضل ذنبك في رقبتها، يعني عشان تشتري الجنة ونعيمة. اه والله يا تلاقي تفكيرها كده، تلاقيها وهي نايمة كده بالليل بيطلع لها عفريت والدتك الله يرحمها، ولها عارفة عارفة بعد ما تموتي وتجيلي هعمل ايه في روحك بذنب اللي انت عملتيه في ليلى. الست قالت ايه؟ ارشي العفريت ده بشوية الفلوس دول. هي الأرواح برضو بتترشي؟ هي تفكيرها كده، هنعمل لها ايه؟ ودي منيرة. سلام. ايوه منيرة. عارف في ايه. طيب ماشي اوكي، باي باي. خير فعلا؟ مش عارف. طب كلي 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 يا امام، ما تحطيش ايدك على خدك كده. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور. حضرتك تحب تقوم لي بحاجه؟ لا شويه كده، ولا اقول لك هات لي شاي؟ تحت امر حضرتك. بمل. ماشي يا حبيبتي، يلا سلام. جلال يخيبك. طب تعمل ايه هنا؟ تصدق اخر حاجه كنت اتوقعها اني اشوفك هنا اهو. شفت ربنا. بقول لك ايه، لمي نفسك، احنا في وسط الناس في وسط مكان عام. عام؟ كل عام وانت بخير يا حبيبي. بتتكسف قوي؟ بقول لك ايه، هتجيب اللي عليك ولا اعمل فيك؟ ليه يا اختي؟ ايه حيلك عليا؟ انت مدايناني وانا معرفش. مدايناك بس؟ ده انا مدايناك ونص وثلاث ارباع. ولا نسيت ال 4000 جنيه؟ 4000 جنيه بتوع ايه يا حلاوه؟ بتوع ايه؟ بتوع شهر يا حبيبي بحاله. شهر بحاله قعدته معاك، لففتني اسكندريه كلها، خليتك تحس انك في الجنه، حسستك انك سيدي الرجاله، ولو انك يعني لا مؤاخذه. بيت انتي اهدي شويه، اهدي. ما انا هادي اهو يا حبيبي، شايفني يعني متشيطنه؟ انا يا حبيبي لما نفسي وعارفه حدودي، مفيش حاجه في الدنيا بتبعترني غير اما احس اني اتسكعت على قفايا. بقى يا ناقص يا واطي تسرقني انا، تاخد اللي حيلتي وتهج. قالوا تدفعني تمن الشقه كمان، وانا عبيطه فاكراك ابن ناس، اترج عر وسنكوح. صلاه النبي عليك يا اختي، هو انت يعني اللي شريفه قوي؟ يا خاله شريفه ولا نيله، انا حقانيه، احب اشتغل اخد حقي، ما احبش تعبي يروح هدر، بحزن على شبابي بتقهر. بالك انت يا واد يا جلال، لو اعرف اني هشوفك هنا اهو اقسم بالله كنت جيت اشتغلت لهم صبي ويتر. في ايه؟ ما تضحك يا واد، فك كده، ما تبقاش بدله. اب نعم يا اختي. هات اي حاجه، اصل لسه خارجه من السجن عقبال عندك ما اشفرك. والله ومين سامعك؟ ما انا زي حالاتك يا اختي. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، ولا ورحمة الغالي والرخيص. بس خلاص خلاص، بلا غالي بلا رخيص. ده انتي؟ ايوه كده. ابن سك لسانك، ده عايز قطعه. اتفضلي. كام دول؟ 500 جنيه؟ ماشي، يبقى لسه عليك 3000 ونص. وعشان انا بنت جدعة مش هحاسبك على أجرة الميكروباص اللي رجعت بيه. طب يلا يا اختي قومي هز طولك بقى، يلا خلينا نخلص. مش اما اعرف اجيبك تاني ازاي؟ مش وقته دلوقتي يا نوجة، انا في حد مهم جاي لي دلوقتي، لو شافت معايا هتبقى مصيبه. طب ما تسيبك منه، اكيد مش هم مني يعني. تعالى نسهر مع بعض النهارده. لا 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 فكك مني خالص. قول لي رقمك كده. بصي مسكي، خلينا نخلص. كارت؟ ويا ترى مكتوب فيه بقى انك نصاب؟ اكيد لا، ما ينفعش عشان ما تتفقس. خلاص بقى نوجة قومي بقى يلا. ماشي ما تصبر. يلا. السلام عليكم. يا مات يا مات، تعالى. تحت امر حضرتك يا فندم. بقول لك انا جعانه عايز اكل. ده تأمري بيه. جيب لي شويه فته وكفته وحمام. عندك ممبار؟ عندي. طيب اوكي. يا جلال اتاخرت عليك. طبعا اتاخرت جدا. معلش سوري. انت
طب يلا بينا، انا اتخنقت من مكان هنا. ليه بس؟ يلا يا ميرفت هقول لك بعدين. يلا بس. ليه هنروح فين؟ مفيش حاجة. يلا مالك يا منيرة، في ايه؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ شكلك متوتر قوي. مين؟ نور. انا مستغرباكي على فكره. ليه؟ انا نفسي افهم انت ليه خدتي موقف من نور قوي كده. بصي، ما تركزيش معاه، سيبك منه. ليلى، انا كنت عايزه اعتذر لك. تعتذري عن ايه؟ عشان اللي حصل عندي في البيت اخر مره. انا عارفه ان انا كنت قلت ذوق معاكي. بصراحه مش فاهمه قصدك. على اساس يعني ان انا كان المفروض امسك فيكي عشان تقعدي. ماما قالت لي انك اكيد اتضايقتي. لا لا خالص، ما تحطيش في بالك منيره. وانا ليه حاسه ان في حاجه تانية انت عايزه تقوليها مش عارفه تقوليها ازاي؟ ليلى، ليلى انا تعبانه قوي. انا ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل لي. ما بقتش عارفه انام، وحتى لما بنام دايما لما بنام بصحى على كوابيس. انا بقيت خايفه من كل الناس، مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اصاحب حد. لما حد بقابله وببص في وشه بحس انه في وش تاني هو مدارين مش عايزني اشوفه. استقلت من الشركه عشان انا مش عارفه اتعامل مع حد. لما حد بيكلم حد ويبصوا لي بحس ان هما بيتكلموا عني انا. المدير لو قال لي اي كلمه بفهمها بمليون معنى. وكل ده بقى بسببي؟ ما قصدتش. منيره قولي لي انت عايزه تقولي ايه بالظبط وانا مش هزعل منك. ليلى انت صاحبتي، انا مش هعمل حاجه تزعلك. انا كنت معاكي وعارفه ان انت ما غلطتيش. انا عارفه ان انت مظلومه. منيره انت مصممه تدخلي كل حاجه في بعضها وانا لحد دلوقتي مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه بالظبط. عشان انا مش هتخلى عنك يا ليلى. تتخلي عني؟ تتخلي عني في ايه؟ انا قصدي يعني انه انا مش شبه كل الناس. انا مش هبعد عنك، بس انا عايزاكي لو عوزتيني كلميني وانا اللي هجيلك لغايه عندك ايا إن كان انت فين. فهمت يا منير، وصلت. ويا ترى بقى طنط هي اللي طلبت منك تقولي لي الكلام ده؟ لا يا ليلى، ماما ما قالتليش اي حاجه. انا اللي فكرت، انا اللي عارفه ان انا دلوقتي بقى. دلوقتي لو انا قلت لك ان انا جايه لك ولا حاجه وحد شافني طالعه لك ولا عليكي كلمه كده ولا كده، مش بقيت تضطري ان انت تقطعي علاقتك بيا؟ لا طبعا، انا عمري ما هعمل كده يا ليلى. قومي روحي يا منيره، قومي روحي. بس عايزه اقول لك حاجه مهمه قوي. انت محتاجه تقعدي مع نفسك شويه وتشوفي انت عايزه ايه. ولازم تفتكري حاجه مهمه قوي، انت اللي كلمتيني وطلبتي تقابليني مش انا اللي كلمتك. اهو أنا اللي كلمتك وطلبت قبلك عشان أنا عشان تسبقي، عشان ما أفكرش أجيبك، عشان لو كلمتك وقلت لك أنا جاية تنبهيني ما ينفعش وبلاش. ما تخافيش يا منيرة، أنا عمري ما هعمل أي حاجة تضرك. ليلى أنتِ فهمتي غلط، أنا ما قصدتش. حتى لو فهمت غلط صدقيني أنا مش زعلانة منك. أنا بقى مضطرة أقوم، معلش. ساجد ابني زمانه صحي، ومدام إيمان ست كبيرة مش هتقدر عليه لوحدها. عارفة يا منيرة؟ الناس دي أنا معرفهاش من زمان، ومفيش بيني وبينهم أي سابق معرفة، ولا حاجات حلوة ولا عشرة ولا صداقة، ومع ذلك واقفين جنبي خايفين عليا. لا متوترين ولا قلقانين ولا حتى همهم سمعتهم. باي باي صاحبتي. والله العظيم زي ما بقول لك كده فعلا. ايوه ما سكتلهاش، قلت لها الزمي حدودك بدل ما بهدلك. ياه. والله انت يا بنتي. ايه ده؟ وهي سكتت؟ جلال ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك فينك يا راجل؟ موجود يا ريس، بس انت اتفضل.
انت برضه يا ريس ما بتسالش عليا يعني. عندك حق، انا مقصر فعلا من ناحيتك. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا جابت لك حاجه تشربها ولا لا؟ والله انا عايز اشتكي لك، انا طلبت قهوه وهي ما جابتهاش. خد بالك انا عارف اختي بخيله جدا. ها فكر. معقول؟ يا ريت تفكر. لا خلاص خلاص. كنت عايزك في كلمتين يا حبيبي. ايه يا حبيبتي؟ خير؟ طب استاذن. اصلا عارفه انت تحبش تتكلم في تفاصيل شغلك قدام حد. خلاص بقى، جلال بقى واحد مننا يعني، مش غريب. طبعا. مش كده؟ طبعا. قال لك طبعا اهو. انا شفت المعداوي عند البنت الصحفيه اللي اسمها رجاء. انا كنت متاكد انها مدفوعه منه. طيب ما انت طريقتك في التعامل معاها غلط، هي لازم تحس ان انت مش هتسكت لها لو اتكلمت عنك تاني. سيبك منها، دي تافهه، كل اللي بتكتبه ده اللي هياثر عليا ولا على القضيه. هسيبكم انا بقى عشان تعيشوا بقى، دي ايامكم. ها. على اذنك. على اذنك يا جدع. اتفضل يا ريس. طب يا عماد. ها. بقول لك يا حبيبي. ايه؟ كنت بس عايزه اقول لك حاجه. طب تعالي الاول نخش. انت فعلا هتعمل كده ولا بتقول كده بس قدام جلال؟ مش فاهم يعني ايه؟ يعني البت دي لازم تتربى يا عماد. سيبك من البت دي، انت ايه اللي خلاكي تحسي ان انا مش عايزه اتكلم قدام جلال؟ حساسي. انت مش واثقه فيه ولا ايه؟ انا اول مره احس منك كده. في ايه؟ مش عارفه. لا 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 لا، ما فيش حاجه اسمها مش عارفه، ده جواز. انا بصراحه بقيت بتضايق قوي لما بشوفه. انت غلطانه يا نرمة. عارفه اني غلطانه. طب افرض الراجل دلوقتي جه وقال لي انا جاهز وعايز اتجوز، اقول له ايه؟ لا 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 لا، جواز ايه، انا مش جاهزه دلوقتي خالص، وبعدين ده لسه بدري جدا. بدري ايه؟ ده انت كنت هتموتي نفسك عشان تتجوزي. معلش بقى فتره وعدت. نرمة، الكلام اللي انت بتقوليه ده خطير، يدل على انك مهتزه ومش عارفه انت عايزه ايه. على فكره جلال مش هيبقى تحت ايدك، ولا اي حد تاني هيبقى تحت ايدك. انت حسيت ان جلال ممكن يبقى تحت ايدك لما حسيت ان هو ضعيف ماديا ومش هيقدر ياخد ويدي معايا، ولما حسيت عكس ده غيرت رايك، مش كده؟ يلا قومي شوفي وراك ايه، ما ينفعش نسيب الراجل قاعد لوحده كده، وبعدين نتكلم في البيت. يلا. ايه؟ ما تقومي. يضايقك لو قعدت معاكي؟ يضايقني. خلاص مش هقعد معاكي. كدايه تاخدك. أنا كلمت المحامي عشان أقعد معاكي بكرة. محامي؟ ليه خير؟ عشان يقول لك كل حاجة خاصة بيوسف وتعرفي حقك كله. أنا متشكرة أوي يا عمي. أنا بصراحة كنت عايزة أطلب منك إنه ده يحصل، بس كنت مكسوفة. لا تتكسفي ليه؟ أنا لما بستريح لإنسان وأعرف إنه بني آدم كويس بديله حقه بالكامل. في حاجة كمان عايز أطلبها منك. تحت أمرك. خالد. ماله خالد؟ خالد كان معتمد على يوسف في كل حاجة، كان مش شاغل باله خالص لا بالشركة ولا بالمصنع ولا بالبيت حتى، بس أنا حسيت إن أنت زي يوسف وممكن أعتمد عليكي. أنا عايزك تقعدي مع خالد وتفهميه على كل حاجة. مش لما أفهم أنا الأول؟ أنا مش فاهمة حاجة. أعتقد إنه راوية أقدر مني بالدور ده، هي اللي بقالها كتير في الشركة وعايشة هنا في مصر وعارفة كل حاجة. راوية مش زيك. راوية كل اللي يهمها تعرف الفلوس اللي داخلة وخارجة في الشركة،
إنما تكبر تنمي لا لا لا. أنا فاهم كل واحد في البيت ده كويس، بس ده ممكن يزعل راوية. تزعل؟ بس أنا فعلا في حاجات كتير مش فاهماها في الشركة. أنا هفهمك على كل حاجة ما تقلقيش. بس خالد الأحسن إنه يعرف كل حاجة منك أنت. خالد هيتقبل منك أنت أكتر مني. لا لا خالص، أنا شايفة إنه ده مش صح أبدا. حضرتك والده وهو دلوقتي ابنك الوحيد، لازم يقرب منك. لو أنا اللي عملت ده هيزعل جدا، لأنه ببساطة هيحس إنه الست اللي لسه جاية من بره وما بقالهاش كام شهر في البيت بقت أغلى عند أبوه منه، وده هيأثر بشكل سلبي جدا على نفسيته. نفسية خالد دلوقتي محتاجة معاملة خاصة. هو حضرتك بتضحك ليه؟ كلامك ده بيأكد إني أنا صح. صح في إيه؟ مش فاهم. إذا قلتلك إن أنا عايزك تعملي ده وده طلب شخصي مني. حاضر، تحت أمرك. أنا مبسوط قوي قوي منك. ليه؟ عشان حاسس إن أنا اللي قاعد قدامي يوسف، لأنك بتكلمي بنفس طريقته. والله يا صوفيا كل يوم غلاوتك بتزيد. من هنا ما عمال اتخطط وترتب مع ابوك وانت ولا الهوا. يا حرام يا حرام، الفلوس لحسب دماغك. واحنا عندنا حاجه تانيه تلحس دماغنا غير الفلوس؟ سامحني، فاضيه ما ورايش حاجه. يا عندي واد هنين ولا بنت ادلعها؟ تاني؟ تاني وتالت ورابع. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك كده عايزه تطلقي، وانا بصراحه ما عنديش مانع. انا راجل عقيم ما بخلفش، وانت ست زي الفل، يعني ممكن تروحي تشوفي حظك مع اي حد تاني. انا ما قصدتش على فكره. انا بقى قصدي بقول لك يا رويا، انت طالق. انت بتعملي ايه؟ انا ما عمال اتخطط وترتب مع ابوك وانت ولا الهوا. يا حرام يا حرام، الفلوس لحسب دماغك. واحنا عندنا حاجة تانية تلحس دماغنا غير الفلوس؟ سامحني، فاضية ما ورايش حاجة. لا عندي واد هنين ولا بنت ادلعها. تاني؟ تاني وتالت ورابع. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك كده عايزة تطلقي، وانا بصراحة ما عنديش مانع. انا راجل عقيم ما بخلفش، وانت ست زي الفل، يعني ممكن تروحي تشوفي حظك مع اي حد تاني. انا ما قصدتش على فكرة. انا بقى قصدي بقول لك يا رويا، انت طالق. طب اتصل بيها، اتصل بيها صالح. فضلك يا صوفيا سيبيني لوحدي. لا مش هسيبك لوحدك انا. هو كل ما واحد يبقى متضايق وزعلان وبعدين يجي حد يحاول يخفف عنه ويتكلم معاه يتنرفز عليه ويقول له سيبني لوحدي، دي عاده مش لطيفه خالص، عاده سيئه جدا على فكره. ايه ده؟ بتشربي سجاير ولا ايه؟ لا ما بشربش سجاير، عمري ما شربت سجاير، بس قلت اشاركك يعني في اللي انت بتعمله. طب انت غريبه قوي على فكره. ليه؟ انا غريب فيا يعني؟ واحده غيرك كانت اتجننت عشان تمشي من العيله دي وتسيبها من قرفها ومشاكلها كتير. ومين قالك ان انا ما كنتش هعمل كده؟ ما انا كنت هعمل كده، بس بابا اقنعني اني اغير تفكيري وافكر بطريقه مختلفه. وبعدين انا لما عشت معاكم حبيتكم،
برغم كل المشاكل اللي عندكم. عارف ليه؟ ليه؟ علشان انتم اهل جوزي وولادي، وانا مقتنعه ان ولادي لازم يتربوا في وسط عيله سويه، ولازم يطلعوا يحسوا ان وراهم عيله تسندهم، تقف وراهم وتساعدهم على مواجهه الحياه. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ انا مش فاهم منك حاجه. يا خالد احنا اللي مسؤولين عن حياتنا، واحنا اللي مسؤولين عن ولادنا. الولاد لو شافوني انا خدت اللي ليا بس وفكرت في نفسي وخلاص ومشيت، بكره لما يكبروا هيعملوا زيي وهيتخلوا عني وهيتخلوا عن بعض. لكن لما يشوفوا ان انا ما سبتكمش وان انا فضلت محافظه على علاقتهم بعيله ابوهم، بكره هم كمان هيعملوا كده معاكم ومع بعضهم. يا يوسف الله يرحمه كان محظوظ بيك يا. ليه ما تقولش ان انا اللي كان حظي حلو؟ قول لي بقى عملت ايه مع راويه خلاها تتجنن كده؟ بص انا ست زيها وهغششك ايه اللي يخليها ترجع وتصفى خالص. انا طلقتها. طلقتها؟ طلقتها يا خالد؟ ازاي تعمل كده؟ وانت عايزه تجنيني ولا ايه؟ هو انت بتحبيها ولا بتكرهيها ولا انت ايه بالظبط؟ انا لا بحبها ولا بكرهها، انا انسانه طبيعيه، ما بحبش اشوف حياه حد بتتهد قدامي واقفه اتفرج. هي بقى بتحبني بتكرهني، دي حاجه تعنيها هي. والله انا شايف بقى ان انا كان لازم اعمل كده، كان لازم اعمل كده من زمان كده. لا انا مش موافقه على كده يا خالد، انا شايفه ان انت فكرت في نفسك بس ما فكرتش فيها. لا انت مش عارفه حاجه، احنا الاتنين ما كناش حاسين بعض، ما كناش عايشين مع بعض، ولا في اي حاجه بينا كانت صح. انا كمان كنت بحس ان هي مبسوطه ان انا ما بخلفش. لا يا خالد مش معقول، انت بس بتقول كده دلوقتي عشان انت شايل منها. زي ما بقول لك كده بالظبط. انت عارفه احنا لما كنا بنروح للدكتور كنت بحس ان هي مبسوطه، مبسوطه عشان الدكتور بيقول لي ان انا حالتي مقيوس منها. عمرها ما وسيتني، عمرها ما وقفت جنبي، عمرها ما طبطبت عليا ولا حسستني بحاجه كويسه. بالعكس انت طول الوقت بتحسسني ان انا عايز. اقول لك حاجه، استغفر الله العظيم يا رب، انا اوقات كتير قوي كنت بسال ربنا ليه، اشمعنى المرض ده بالذات؟ انا كان ممكن استحمل اي مرض في الدنيا، لأن أي مرض في الدنيا ما كانش هيحسسني بالذل والمهانة اللي أنا شفتها معاك. بس برجع أقول أكيد ربنا ليه حكمة. أكيد. Thank you.
يا راجل خير؟ قلقتيني لما طلبتيني، خير فيك؟ خالد طلقني. يا نهار اسود، دي تبقى مصيبة. هو ده اللي حصل، بعد ما استحملته وهو عاجز طلقني. معلش يا راوية، ممكن تكون طلقة رجعية كده في ساعة عصبية وتعدي، يعني أول ما تروحي ينسى وكأن حاجة ما حصلتش. حتى لو رجعت له تاني مش هي دي المشكلة، المشكلة ما دام عملها مرة يبقى ناويها ويعملها تاني. يا راوية ما تكبريش الموضوع وتحملي نفسك أكتر من طاقتك. هاني، أنا عارفة إن أنا وإنت ما نعرفش بعض غير من فترة قريبة، بس أنا حاسة إن في حاجات كتيرة قوي مشتركة بيني وبينك، وحاسة إن أنت فاهمني كده وحاسس بيا. أنا خايفة، خايفة لا في يوم يرميني في الشارع. أنا صحيح بنت عمه، بس أنا ما حلتيش حاجة، والمعدوي زي ما أنت شايف ملوش عزيز ولا غالي وما بيرحمش، ومش بعيد لو عارف إن خالد مش طايقني يعمل فيا زي اللي عمله في البنت اللي كان متجوزها يوسف. مستحيل، مستحيل يا رب، ما اعتقدش انه ممكن يعمل فيكي كده، دي لحمهم ودمهم. هاني ما تسيبنيش. انا تحت امرك، تحت امرك في اي حاجه. ميرسي قوي هاني ان انت جيت على طول وما فكرتش في اي حاجه ولا خفت من خالد. خالد؟ خالد ايه اللي خاف منه؟ يعني برضو تخاف لا يضرك او يطردك بالشركه. شغلي ما ينفعش يمنعني عن الناس اللي بحبهم. قصدي الناس اللي ليهم مكانه كبيره قوي في قلبي. ليلى، والله العظيم وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله، كان قلبي حاسس انك هتزوريني. لا يا شيخه، ولما انا وحشاكي قوي كده ليه ما زورتنيش مع نجوى؟ انا اصلا ما كنتش موافقه ان نجوى تزورك. ايه ده، ليه الهبل ده؟ احنا ما نشرفكيش يا ليلى، وبعدين خفت عليكي من الراجل اللي انت قاعده عنده يطردنا. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهمه. زي ما بقولك كده، والله عايزه ايه من نجوى جامعه الدول وشيماء موس؟ انا لو منه كنت رميتكم في الشارع. يا بنت سيبك من الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده. وانت عامله ايه؟ امك عامله ايه؟ امي عايشه حياتها 100 فل و14، وانا الحمد لله كله تمام. مش زعلانه؟ انا؟ لا طبعا هزعل ليه؟ طالما بعيد عنهم ابقى زي الفل. عارفه الاوضه اللي انا عايشه فيها ديت بالنسبه لي جنه من غيرهم. والله يا شيماء انت الوحيده اللي لما بتكلم معاكي بحس ان الدنيا حلوه قوي. طب ما الدنيا حلوه يا ليلى. انت فاكره يعني عشان دخلت السجن وخدت فيه كام شهر يبقى خلاص الدنيا سودت في وشي واتقفلت؟ لا طبعا، انا دخلت السجن خدت جزائي خرجت منه زي الفل. والله انت جدعه وربنا يكرمك. قولي لي تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ نفسي في كوبايه شاي. عندك؟ لا انا كنت بعمل ليمون. تشربي معايا بقى. ماشي، ليمون ليمون. لسه جايبه الخلاط ده امبارح. ده خلاط خلاط، ما بتهزريش. قولي لي ابنك عامل ايه؟ ابني كويس، هو هيعمل ايه يعني؟ الحمد لله على كل حاجه. نجوى بتقولي انك رحت لجده. اه، وكان هيموتني. روحي له تاني. اروح له تاني ايه؟ دي نجوى لما عرفت هبت فيها هبه. نجوى دي شمال، واقول لك كده في وشها. روحي له مره واتنين وتلاته، اكيد في يوم قلبه هيحن. لا اخاف يا شيماء قوي. انا قلت لك اللي عندي يا ليلى. تسلم ايدك، ليمون حلو قوي. هو في حد بيعرف يعمل ليمون زيي؟ وين شغاله فين دلوقتي؟ شغاله عند ناس محترمه قوي. شغاله. طب انت مرتاحه؟ اه الحمد لله، شغلانه شريفه، وبعدين انا مش محتاجه حاجه من حد، واللي مش عاجبه بقى يخبط دماغه في الحيط. عندك حق. استني كده اشوف مين اتصل. الو، ازيك يا استاذ عماد؟ لا انا مش في البيت، في حاجه؟ مدام ايمان؟ مستشفى ايه؟
طب انا جايلك حالا. باي باي. ايمان مين وفي ايه؟ ايمان دي المدام اللي انا قاعده عندها، تعبت ودخلوها المستشفى. طب استني انا جايه معاكي. طب والنبي يا شيماء بسرعه. حاضر. اهو ده الكلام. عليا النعمه دي فيها شط، يبقى يوريني بقى هيعمل ايه. يا مسهل، والفلوس؟ انت مستعجل ليه يا ابني؟ انا هنزل من هنا اروح للمعدوي بيه، فلوسك هتاخدها. ده قليل جدا لو ما ادكش فلوس زياده عن اللي انت طلبته. طب بالنسبه للوظيفه يعني اللي حضرتك كلمتني عليها، اول الشهر ان شاء الله زي ما انا وعدتك هتبقى على مكتبك. اكلمك انا يعني ولا اكلمني انت؟ لا انا اللي هكلمك. طب ما نتقابل هنا سيادتك في المكتب بالليل. انت قلقان مني على ايه يا جلال؟ قلقان مني ليه؟ انا لا خالص طبعا، والله ابدا. يا ابني فلوسك هتاخدها على داير مليم، عيب عيب يا جلال. يلا بينا. ايه يا جماعه في ايه؟ جالها ازمه قلبي. ان شاء الله هتكون كويسه يا استاذ مختار. معلش بقولك ايه، ما تيجي نستريح شويه. لا انا مش هستريح لما تطلع من العمليه. لسه فاضل وقت، تعال نشرب حاجه. يلا يلا بس تعال. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. قريتي جرايد النهارده؟ لا ما بقتش اقراها. طب اقريها، في موضوع يخصك يعني انت وعماد، لازم تعرفي. موضوع ايه؟ انا عشت معاها حياتي كلها، زعلنا من بعض لحظات، حبينا بعض بجنون لحظات كتير. يا استاذ مختار، ان انت نفسك قلت لي ان انت بتحب ريم اكتر منها. اوعى تقول كده. لا انا اسف، انا بس عايزك تفك شويه. اسف اسف يا عماد، مش قصدي. بس انا عصبي متوتره شويه. ما تقلقش ان شاء الله خير. انا فعلا حبيت ريم، بس حب ريم كان حب الشباب، الحلم. لما ايمان من كانت الحقيقه ما عرفتهاش غير دلوقتي. لا عمري ما حبيتها قد ما حبيتها النهارده. عمري ما حسيت اني قريب منها زي ما حسيت النهارده. دايما لو حصل لها اي حاجه مش هستحمل، دي هي اللي بتعيني على الحياه بعد ابني ما مات. وقت كتير قوي، هما بيعملوا ايه كل ده؟ مدام ايمان تعيش انت. والله الراجل ده كويس وبتاع ربنا. انا عارفه منيره بنتي، لا يمكن تتجوز بالطريقه دي، مستحيل. قولي لها انت خسرانه ايه؟ هقول لها، بس صدقيني انا عارفه انها هترفض. طيب انا مستنيه الرد. بقولك ايه، هو الراجل ده بيشتغل ايه؟ ده مهندس بترول وعنده فيلا جميله قوي في اكتوبر، وعيلته كبيره وصاحب اطيار واملاك، يعني بنتك هتبقى مبسوطه على الاخر. ربنا يقدم اللي فيه الخير. طيب استأذنك انا بقى. الله يخليك، مع السلامه يا حبيبتي. نورتي. مع الف سلامه. انا مستنيه الرد ان شاء الله يا حبيبتي. مع السلامه. انا موافقه. ايه ده، انت كنت بتسمعينا؟ انا اسفه يا ماما، غصب عني. مش مهم يا حبيبتي، انا كده كده كنت هقول لك. بلغيها اني موافقه. غريبه. ايه الغريبه في كده؟ الراجل محترم وداخل البيت من بابه، نقول له لا؟ امال بقى اللي بيخش من الشبابيك يتقال لهم ايه؟ بت انتي، انا الكلام الاهبل ده مش عايزه اسمعه. انت لازم تركزي في كلامك وتعرفي انت بتقولي ايه. تقصدي ايه؟ اقصد ايه؟ اولا انا عارفه ان انت بتحبي نور، ومتاكده ان انت فيه ده حاله وهتعدي، وعماله اقول تعبانه ومريضه ومعلش، انما لا، موضوع الجواز ده يا بنتي مش حاجه سهله. ماما من فضلك
من فضلك انا عارفه انا بقول ايه كويس قوي. لا انت مش عارفه حاجه خالص. لو ما كلمتيهاش هكلمها انا. انت مجنونه يا بنت انت. مجنونه عشان عايزه اتجوز راجل محترم؟ وبعدين هي كمان بتقول انه ميسور الحال، يبقى ليه نرفضه؟ ده انت يا بنتي حتى ما تعرفيش اسمه. هتفرق في ايه يا ماما طالما راجل محترم وخلاص؟ لا ده انت اتجننتي. ارحمني يا رب. أنا آسف. شكرا. بس أنت السبب على فكرة. طبعا أي حاجة زبالة أنا السبب فيها. روح أنت جرحتيني. يوه أنا مش هجرح في خلق الله جت عليك أنت. ده أنا حتى بفكر أروح لدكتور نفساني. إيه الطريقة المستفزة دي؟ أنت سكر. يعني أنا بقول لك أنا آسف تقولي كده؟ وعايزني أعمل لك إيه؟ اضرب لك مزيكه حسب الله ولا ارقص لك عشره بلدي؟ لا ده ولا ده. بقول لك ايه، هو انا افهم من كده ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني افهم ان انت ردتني. عملت ايه؟ عملت اللي انت قلتيلي عليه، وبصراحة يا ريتني ما عملت كده. ليه؟ قابلتك وحش؟ زي الزفت. فاكرة ليه؟ أصل راوية دي عدوة نفسها. مش عارفة أقول لك إيه. طب خلاص اعتبر نفسك بتتعامل مع واحدة مريضة. أو أقول لك اعتبر نفسك بتعمل حاجة لله. أنا برضو بقول كده. طب بص بقى، أنا دلوقتي عايزاك في حاجة مهمة. أنا في حاجة كتير أوي في الشركة مش فاهماها وعايزاك تفهمها لي. لا اسألي بابا. اسال بابا ايه؟ مش هعرف اتكلم معاه واخد ودي معاه كده. احنا اقرب لبعض. قصدك ايه؟ قصدي يعني لو ما فيهاش تعب عليك تقعد معايا شويه كل يوم الصبح عشان تفهمني ايه النظام بتاع الشركه وايه التعاملات بتاعتها. نظام وتعاملات ايه؟ انا ما بفهمش اي حاجه في الشركه اصلا. ازاي يا خالي؟ طب افرض انا محتاجه معلومه وعايزه اسال عنها، اسال مين؟ اسال راويه؟ مش هتقولي طبعا، دي تغرقني. اسال مين طيب؟ ده انا لو سالت موظف من اللي بيشتغلوا في الشركه ممكن ما يقوليش المعلومه صح، ما يكونش امين معايا. بصراحه معاك يا حاج. بقول لك ايه، بما ان انت مش عارف حاجه وانا مش عارفه حاجه، انا عندي فكره. احنا ممكن نقعد احنا الاثنين نقرا الورق ونفهمه كويس ونبقى ساعدنا بعض وفهمنا كل حاجه في الشركه. ايه رايك؟ هو انت بابا اللي قالك تقوليه كده؟ بس شايفة طريقتك. انا بصراحة بحس ان انت اكتر واحدة حاسة بيا، بتخافي على مشاعري. لو اي حد تاني كان حاول يقولي الكلمتين دول ما كنتش هقبلها منك، بس انت بقى بلها. عمي ملوش دعوة بالحكاية يا خالد. انا اللي... انا عارف انا بقولك ايه كويس. أنا مستعد أسمع منك أي حاجة أنت عايزة تقوليها. اعتبريني تلميذ. وأنا هبقى مستريح كده. أنت متأكد من الكلام اللي بتقوله؟ يا باشا أنا اديت للناس ميعاد هنا بعد ساعة يجوا يستلموا الأوراق. وبعدين؟ مكالمة صغيرة من مجهول للطرف الثاني. تقول لهم إن الورق مع الخصوم. شوف أنت بقى. هتتقلب الدنيا. احبك انا كده احبك. قول لي بقى الواد اللي هيجيب الورق اسمه ايه؟ ليه يا باشا؟ عشان اكتب له الشيك باسمه. لا 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 انت اكتبه باسمي وانا هتصرف معاه. خلاص اللي يعجبك. واي طلبات تعوزها مني انا تحت امرك. يعني من جنيه لمليون.
يا باشا احنا بس بنحب نختلف. طيب مش هتتصل بقى بالخصوم اللي في القضية؟ حالا يا باشا. أستاذ مختار عامل ايه؟ كويس نايم. طب انا هطلع ابص عليه. لا ارجوك عشان خاطري، انا مصدقت ان هو نايم خلاص. أنا مش عايزك تاخدي على كلام الجرايد. كلام بيوجع أوي يا ميد، وأنا متأكدة إن هو بيأثر عليك. بالعكس، دي أكتر قضية اتكتب عن فيها شهرة يعني. تشرب إيه؟ لا ولا حاجة. عماد أنا عايزة أرفع قضية نسب. سهل بجد؟ يعني سهلة ترفعها لي ونكسبها؟ لا السهلة في إجراءاتها يعني، لكن في مشكلة. مشكلة إيه؟ والد الطفل متوفي، يعني لازم نعمل تصريح استخراج جثة أو ناخد عينة، نعمل تحليل دي إن إيه، ودي مسألة صعبة أوي. طب ما ناخد من جده المعداوي، هو عايش. تفتكر يعني المعداوي هيوافق؟ طب ما نقول لخالد اخوه، وهو متعاطف معايا جدا، وانا متاكده لو طلبنا منه حاجه زي دي مش هيقول لا. عموما هنحاول، ما تقلقيش. ليلى، انا كنت كلمتك قبل كده في موضوع و عماد، عشان خاطري مش عايزه اتكلم في اي حاجه، ما عنديش استعداد اسمع الكلام ده دلوقتي. بس انا قلت لك ان انا حاسه. عماد انا مش صغيره، انا مريت بظروف كتير قوي الفتره اللي فاتت دي، خلتني افهم الناس كويس وخلتني اعرف انتوا بتفكروا ازاي. انت متعاطف معايا مش اكتر. ترد بقى، ما ترد يا منصوري. مش وقتك خالص يا نجوى. الو. ايوه نجوى. لا انا مش فاضي. لوحات ابوكي نص ساعة وكلميني. بقول لك نص ساعة، اخلصي نص ساعة وكلميني. ترد يا ابن اللذينة. يا باشا انت تؤمر. يعني ايه مش موجود؟ انت تؤمر حضرتك. انا قلت لك مش موجود جوه. ستي يا شغلانه ولا ايه؟ طب انا اخش اشوف. اوعي بقول لك. ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. ما ينفعش كده. انت في ايه؟ انت ازاي تدخل كده؟ يا ريس انت مش عايز تقابلني ولا ايه؟ اتفضلي. انا منعته. اتفضلي يا نساء، اتفضلي. مش عايز اقابلك ليه؟ اتفضل اتفضل اقعد يا ابني. عمال اتصل بيك على التليفون التاني مقفول. فاصل شحن. فاصل شحن؟ هو شغال اهو يا ريس. انت ايه عامل لي خاصيه ولا ايه؟ انت عايز ايه بقى بالظبط؟ قابلت المعداوي؟ ايوه قابلت. طب ايه فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي انت خدته مني. ورق ايه يا ابني؟ انت عايز تلبسني مصيبه؟ نعم نعم. ايه؟ اطلع بره. قوم قوم اطلع بره. اطلع بره ده ايه؟ ده انا هوديك في داهيه.
انت اللي هتروح في 60 داهيه. لو راجل اعمل اي حاجه. انت عارف عماد لو عرف ان انت اللي سرقت الورق هيسجنك وهيشطبك بالجدول ومش هتلاقي حته تشغلك. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي. اوعى ايدك وحياه امي ما هسيبك، وانا اهو وانت اهو. ماشي اقلعك بفوق. ايه ده؟ هل دول ايه؟ مش فاهمين نفسهم ولا ايه؟ مش عارفين انهم قد كده؟ فهمت اللي قلت لك عليه؟ صراحة مش فاهم. هو ايه اللي انت مش فاهمه؟ انا عايزة اكسب اكبر قدر من الشركة دي. برضو مش فاهم. ايه يا حبيبي؟ جرأة يا بابا؟ ده انا بقول انك ذكي وبتفهمها وهي طايرة. الشركة دي المفروض ما يديرهاش لا خالد ولا صوفيا، انا بس اللي المفروض اديرها. ما حدش فيهم فاهم حاجة ولا حد يعرف يديرها غيري. ايوه بس انت ناسي ازاي ان خالد ده ابن المعداوي ومحدش يقدر يقول له تلت التلاتة كام في الشركة كلها. فكر اتصرف اكيد هتلاقي حل. نفكر بس هنشوف حل ازاي مش عارف. اي حل لخالد وللعقربة اللي اسمها صوفيا دي. فكر يا هنوش. ماشي ابهرني. حاضر. عارفة يا إيمان؟ إيمان أنت نسألني عليك. قلت له إن ماما بقت في حتة تانية خالص. شفتها مش هتعرفها. قلت له إن إيمان بقت عاملة زي بنت عندها 20 سنة. أستاذ مختار. فضلك ممكن تشرب اللبن؟ وانا كل اسف مش عايز لبن. عشان خاطري وبيت لبن واحده بس. طمني انا كويس ما تقلقش علي. لا انا قلقانه حتى لو اتكلمت ورديت عليا برضو قلقانه. انت ما بتاكلش حاجه خالص؟ ايوه انا زعلت على يوسف. زعلت قوي. اللي بيني وبين يوسف ما كانش قليل. حتى لو عيشتنا مع بعض كانت غلط. كان حب كبير. مستحيل اللي كان بيننا يكون كان وهم. كل ما افتكر اللي حصل بحس بالذنب. بس مش عشان يوسف، عشان ابني. مفكرتش وقتها ايه اللي هيحصل لما يكبر. انا كنت بدافع عنه، بس الناس عمرها ما هتنسى ان انا قتلت ابوه. سيبه في حاله لما يكبر. عشان كده ساجد لازم يعيش في بيت جده. لازم يعترفوا بيه. لازم يحبوه. لو المعجزة دي حصلت كل حاجة هتتنسي.